وشكرا لكم جميعا على الانضمام لندوة وعي رقم 6. أتمنى تكونوا تابعتوا الندوات اللي قبل كده، ولو حد عنده أي فيدباك أو مجال معين عايز يعني ويبينار فيه برضو يعني ممكن يطلب مننا إن شاء الله. طبعا اللي منظم الندوة دي هو مجموعة علماء مصر من خلال مشروع وعي، والنهاردة الندوة بعنوان Computer Vision A Model Based Approach. المحاضر هو دكتور عبد الرحيم أحمد من شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور عبد الرحيم حصل على البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسبات من جامعة أسيوط سنة 98 و2003، وحصل على الدكتوراه في الكمبيوتر فيجن من جامعة لوفيل سنة 2008 بالولايات المتحدة، وبعدين انتقل لوادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا واشتغل في شركة كانستا، ودي كانت شركة ستارت اب ناشئة بتعمل في تطوير الكاميرات الثلاثية الأبعاد أو الثري دي. وحاليا دكتور عبد الرحيم بيشتغل في الكمبيوتر فيجن في شركة مايكروسوفت، وهو إن شاء الله برضه هيقدم نفسه بشكل أكثر تفصيلا. وشكرا لانضمامكم جميعا، وأسيب بقية الندوة للدكتور عبد الرحيم. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. دكتور خالد، ممكن تقول لي الصوت واصل لك ولا لا؟ الواصل اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. ان شاء الله محاضرة النهارده بعنوان Computer Vision Model Based Approach. دكتور خالد اتكلم على السي في بتاعتي، فانا مش هتكلم على السلايد دي. قبل ما ابدا احب اشكر دكتور خالد ومجموعه وعي على مجهوداتهم، جزاهم الله كل خير. كمان احب اشير ان كتير من السلايدز الموجوده النهارده هتشوفوها قدامكم متاخده من كتاب بتاع سايمون برينس، ده واحد من افضل الكتب في الكمبيوتر فيجن اللي ظهرت في 2011. خالد، انت في صدى سمع؟ ممكن تعمل ميوت لنفسك؟ هو في صدى شوية طيب قول لي لو كان الصوت كده الصوت احسن. بس الصوت يعني في حد كان بيسأل المحاضرة هتبقى بالانجلش ولا بالعربي؟ انا بقدر الامكان هحاول اتكلم بالعربي اكتر من الانجليزي. محاضرة النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها الاول على ندي انتروداكشن لايه هو الكمبيوتر فيجن اند بروبابيلتي ثيوري، وبعدين هنتكلم على ليرنينج اند انفرنس ان فيجن، بعدين هنتكلم على الجرافيكال مودلز، وفي الاخر هنشير لبعض اهم المراجع الكتب والسوفت وير. المحاضرة هتبقى ازاي بنستخدم المشين ليرنينج في الكمبيوتر فيجن، فبالتالي حتى لو انت مش مهتم بالكمبيوتر فيجن جزء كبير من الكلام اللي هنقوله ممكن تطبقه في ابلكيشن تانية، لان المشين ليرنينج بقت واحده من اهم التولز اللي كل الدنيا بتستخدمها في كل المجالات. قبل ما نشرح يعني ايه كمبيوتر فيجن نحاول نتكلم على يعني ايه هيومن فيجن الاول، حتى لو انت مش مهتم بالكمبيوتر فيجن جزء كبير من الكلام اللي هنقوله ممكن تطبقه في ابلكيشن تانية، لان المشين ليرنينج بقت واحده من اهم التولز اللي كل الدنيا بتستخدمها في كل المجالات. قبل ما نشرح يعني ايه كمبيوتر فيجن نحاول نتكلم على يعني ايه هيومن فيجن الاول. العالم حوالينا عبارة عن 3D Objects ثلاثي الأبعاد، وفي مصدر للإضاءة زي الشمس أو أي مصدر تاني للإضاءة. العين بتشوف العالم ثلاثي الأبعاد ده في صورة 2D Image،
الصورة دي بتمثل العالم الثلاثي والإضاءة اللي فيه. المخ بياخد الصورة دي اللي هي ثنائية الأبعاد ويحاول يعمل عليها بروسيسنج أو معايدة، يعرف الأوبجكت ده إيه، حجمه إيه، الماتيريال اللي معمول منها، وكتير من التاسكس التانية. في الكمبيوتر فيجن احنا بنحاول نقلد الهيومن فيجن، بدل العين عندي كاميرا وبدل المخ عندي كمبيوتر، وبحاول اعمل كل التاسكس او بعض التاسكس اللي بيعملها الهيومن فيجن بعملها في الكمبيوتر. لو بصيت على الصوره اللي قدامنا، في طبعا ميني انونز، في حاجات كتيره لازم ناخدها في الاعتبار. اللايت سورس ده فين؟ شكله ازاي؟ الاوبجكت حجمه ايه؟ كبير ولا صغير؟ الموديل الماتيريال اللي معمول منها الاوبجكت ايه؟ الكاميرا فين مكانها بالنسبه للاوبجكت؟ الكاميرا موديل والبارامتر بتاعت الكاميرا ازاي بتحول ال 3 دي ل 2 دي؟ كل المعلومات دي محتاجين نعرفها لما بنيجي نحل مشكله الكمبيوتر فيلم. خالد، الحقيقه لما بنيجي نحل الكمبيوتر فيجن بروبلم واحده من اصعب المشاكل اللي احنا بنحاول نحلها. لو بصينا على السلايد اللي قدامنا، السلايد اللي قدامنا بتعرض بعض المشاكل اللي بنقابلها لما بنحل الكمبيوتر فيجن بروبلم. لو بصيت على الصوره الاولى، دي وايت وول في الاوفيس بتاعي. لو تلاحظ ان البرايتنس بتاعت نفس الحيطه في الجزء ده، الحيطه المفروض انها لونها وايت، ولكن في الصوره ظاهر انها فيري دارك. نفس الحيطه هنا باين انها وايت از اكسبكتد. الجزء ده من الصوره اللي هو في الاصل لونه اسود، ظاهر انه اكتر بياضا من الحيطه نفسها. فانا مش معنى ان انا الاوبجكت قدامي ظاهر في ال 2 دي انه ابيض، معناه انه اللون الحقيقي ابيض. ممكن يكون هو جسم بلاك اوبجكت بس الاضاءه عليه زياده فبيبان انه ابيض، والعكس. مشكلة تانية عندي ان الاكلوجن، بنقول عليها الاكلوجن، يعني اوبجكت متداري ورا اوبجكت، زي البوتل هنا متدارية ورا علبة المناديل. في كمان ريفليكشن، لو بصيت على الازاز هنا هتلاقي في ريفليكشن بتاع ازازة المية. كمان لو بصيت على الباكس هتلاقي مع تحريك الكاميرا من مكان لمكان بيغير شكل الاوبجكت. الصورة اللي تحت هنا فيها نويز، الصورة واضح انها قديمة فعندي سيجنال نويز. مشكلة تانية بحاول بتعامل معاها مشكلة السكيلينج. لما اجي احل مشكلة زي كده، لو انا عايز اعمل ديتكشن لارقام العربيات، ففي فرق في السكيل من هنا الصورة القريبة عن الصورة البعيدة، فلازم اخد السكيل في الاعتبار. يبقى خلاصة الكلام ان الكمبيوتر فيجن في عندي مشكلتين رئيسيتين. المشكله الاولانيه في الفيجوال داتا، فيها امبيجوتي. امبيجوتي يعني من ال 2 دي ايمج اللي انا بشوفها، من الفيجوال داتا اللي انا بشوفها، في حاجات ببقى مش متاكد منها. الاوبجكت زي ما قلت، الاوبجكت بلاك في حواليه اضاءه كبيره، ممكن يظهر انه ابيض اكتر من الاوبجكت اللي هو ابيض بس في متصور في خلفيه او في وسط دارك انفايرمنت. المشكلة الثانية ان انا عندي a lot of noise، عندي noisy measurement. فالعاملين دول في الاخر بيدوني uncertainty in the solution. السوليوشن بتاعي بيبقى الحل اللي بطلعه من الكمبيوتر فيجن بروبلم بيبقى فيه هاي uncertainty، ببقى مش متاكد من الحل اللي انا بطلعه من الصوره. هل البكسل دي حيطه بيضة ولا اوبجكت في اضاءه عاليه؟ لما يبقى عندي اي بروبلم فيها uncertainty، عايزين ماثيماتيكال فريم ورك اتعامل مع الانسرتينتي دي. الماثيماتيكال فريم ورك اللي هتعامل معاه اللي هو البروبابيلتي ثيري. دلوقتي هنعرف ازاي بستخدم البروبابيلتي ثيري في ان انا احل الكمبيوتر فيجن بروبلم. فدلوقتي هتكلم على مقدمه سريعه للبروبابيلتي. ده هنا مثال بسيط. لو انا في مكان والدنيا بتمطر 73 يوم في السنه، فبقول ايه احتمال ان الدنيا تمطر؟ انا عندي 73 يوم من 365 يوم، فمعناه ان احتمال ان الدنيا تمطر حوالي 2 على 10.
بقول هنا على الرين اور نو رين، ده عباره عن راندوم فاريبل، متغير عشوائي، راندوم فاريبل. راندوم متغير، راندوم فاريبل ليه؟ لان انا ما اعرفش هل هي هتمطر النهارده ولا لا. انا اقدر اقول لك احتمال انها هتمطر، احتمال كبير او احتمال صغير، لكن ما اقدرش اجزم ان هي هتمطر ولا لا. فبالتالي الايفنت بتاع الريننج ده راندوم فاريبل. يبقى probability of rain 2 على 10، probability of no rain 8 على 10. بنسمي ال probability دي marginal probability، probability of x، probability of rain تساوي 2 على 10. وهنعرف بعد شويه ليه بيسموه marginal probability. يبقى انا قلت عندي ال probability of rain 2 على 10، probability of no rain 8 على 10. الايفنت الثاني او الراندوم فاريبل الثاني، انت بتحب تلعب كوره، فهنعبر عن ده بمتغير عشوائي ثاني اللي هو واي. كونك تلعب كوره ولا لا ده بيعتمد على الدنيا بتمطر ولا لا. لو الدنيا مطرت انت هتلعب من كل 10 ايام هتلعب يوم واحد، يعني هتلعب لو الدنيا مطرت هتلعب بنسبه باحتمال 1 على 10، ومش هتلعب باحتمال 9 على 10. لو مفيش رين يبقى انت هتلعب بنسبة 4 على 10، ومش هتلعب بنسبة 6 على 10. هنا البلاي او نو بلاي بيعتمد هل الدنيا هتمطر ولا لا، فبنسميه conditional probability. probability of y given x، probability of play given rain. وفي الحالة دي بتساوي كام؟ 1 على 10. النوع الثالث من البروبابيليتي اسمه الجوينت بروبابيليتي. جوينت بروبابيليتي معناه ان بحط المتغيرين مع بعض. انا النوع الثالث من البروبابيليتي اسمه الجوينت بروبابيليتي. جوينت بروبابيليتي معناه ان بحط المتغيرين مع بعض. انا عندي متغير x و y، فبقول ال probability of x and y انه يحصلوا الاثنين مع بعض بتساوي ال conditional probability في ال joint في ال marginal probability. probability ان الدنيا تمطر وانا العب بتساوي ال probability ان انا العب لو هي مطرت في ال probability انها تمطر. او ممكن اقول بشكل ثاني، probability ان احتمال ان انا العب زائد احتمال ان الدنيا تمطر هو احتمال ان الدنيا تمطر مضروب في احتمال ان انا العب given that it rains. فعشان اجيب الجوينت probability بضرب الكونديشنال probability في المارجنال probability، فهاخد القيمه. لو انا عايز اجيب احتمال الجوينت between rain and play هاخد الكونديشنال 1 على 10 واضربها في 2 على 10 يديني 2 على 100. رين نو بلين نفس الكلام، وهقدر ابني الجدول ده كله. الجوينت بروبابيلتي لوحدها بتكفي عن الثلاثه دول، لان انا لو بصيت للتيبل هقدر اطلع كل الاحتمالات الباقيه. يعني لو انا عايز اطلع البروبابيلتي اوف رين يبقى انا مش مهتم بالبلاي ولا النو بلاي، يبقى هاخد مجموع الاثنين. هاخد مجموع الاثنين على 100 زائد 18 على 100 يديني 20 على 100 اللي هي 2، نرجع يديني 2 على 10 اللي هو احتمال الرين. لو عايز اجيب احتمال النو رين، لو انا جمعت الرقمين دول، لان مش انا مهتم بالايفنت بتاعت الرين بغض النظر عن انك انت هتلعب ولا لا، فبجمع الرقمين دول يديني 8 على 10. نفس الكلام لو انا عايز اعرف انت احتمال انك انت بتلعب كتير ولا قليل، فهاخد العمود ده واجمعه على بعضه يديني 34 على 100، ولو اخد المجموع بتاع العمود الثاني نو بلاينج يديني 56 66 على 100. يبقى دي بنسميها الجوينت بروبابيليتي. طيب ليه بنسمي المارجنال بروبابيليتي مارجنال بروبابيليتي؟ لان انا لو انتوا لاحظتوا، لو انا عايز احسب احتمال انها هتمطر باخد حاصل جمع الرقمين دول، فما بيهمنيش بلاي اور نو بلاي ما بيهمنيش، فبالتالي بهمش دور الايفنت الثاني وبتكلم على الايفنت الاولاني بس. عشان كده بعمل مارجناليزيشن للايفنت الثاني، عشان كده اسمها مارجنال بروبابيليتي. في 3 رولز بتعامل معاهم
مهمين جدا، وهستخدمهم بعد شويه في ازاي بنستخدمهم في الكمبيوتر. هقول ازاي بنستخدمهم في الكمبيوتر فيجن. القاعده الاولى القاعده بتاعت السميشن، السميشن رول، ان انا عشان اجيب المارجنال بروبابيليتي من الجوينت بروبابيليتي باخد مجموع البروبابيليتيز بالنسبه للمتغير الثاني. القاعده الثانيه هي البرودكت رول، ان عندي الجوينت بروبابيليتي بتساوي حاصل ضرب الكونديشنال بروبابيليتي في المارجنال بروبابيليتي. يبقى قلنا في ثلاث قواعد مهمين. اول قاعده اللي هي بيسميها سام رول، ان انا باخد المجموع بالنسبه للمتغير الثاني عشان احصل على المارجنال بروبابيليتي من الجوينت بروبابيليتي. القاعده الثانيه البرودكت رول، اني بضرب المارجنال بروبابيليتي في الكونديشنال بروبابيليتي عشان اجيب الجوينت بروبابيليتي. القاعده الثالثه دي قاعده مهمه، ودي اهم قاعده احنا هنستخدمها النهارده، وواحده من اهم القواعد عامه في المشين ليرنينج والكمبيوتر فيجن، اللي هي بايز رول. في بايز رول احنا مجرد هناخد السميشن رول والبرودكت رول ونحطهم مع بعض. فمن البرودكت رول باخد ان الجوينت بروبابيليتي بتساوي الكونديشنال في الجوينت في المارجنال، نفس الوقت بتساوي بدل ما انا هعمل كونديشنال على اكس هعمل كونديشنال على الكونديشن اخده على واي، فبروبابيليتي اوف اكس جيفن واي في بروبابيليتي اوف واي. هرتب المعادله دي، هجيب بروبابيليتي اوف واي جيفن اكس في طرف وبقيه المعادله في طرف. طيب بالنسبه للمقام هنا ده نورماليزيشن فاكتور، نورماليزيشن فاكتور عشان اجيبه بطبق السام رول. الاثنين دول مع بعض اسمهم بيز رول. القاعده دي مهمه وهنعرف دلوقتي هي مهمه ليه. بس كل ترم من المعادله دي ليه معنى. probability of y بنسميه البراير، probability of y given x بنسميه البوستيرير، probability of x given y ده بنسميه likelihood. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان البراير knowledge هو اعتقادك قبل ما تشوف اي observation، your belief before making any observation. اللايكلهود بتبقى عندك اوبزرفيشن بتشوف اكس، فده بنسميه اللايكلهود. اللي انت بتشوفه بيأثر في يور بليف عشان تحصل على البوستيريور. البوستيريور ده يور بليف افتر ميكينج ان اوبزرفيشن. يبقى من المعادله، طيب يبقى بيز رول بتقول ان براير اللي هي اعتقادك قبل ما تشوف اي اوبزرفيشن لو ضربته في اللايكلي هود بيغير اعتقادك بعد ما شفت الاوبزرفيشن. يعني مثلا افترض انك انت مثلا مدرس وهتدي امتحان للطلبه، فانت لسه ده اول امتحان بتديه للطلبه، فانت مفترض ان مستوى الطلبه دول كويسين، عندك اعتقاد ان الامتحان اللي انت حطيته امتحان سهل. يبقى probability of y، واي هنا بتمثل ايه؟ الامتحان سهل. انت عندك احتمال ان الامتحان سهل، انت الاعتقاد بتاعك ان الامتحان ده سهل، فبالتالي ايه؟ كل الطلبه هتجيب درجات كويسه. يبقى واي هتمثل امتحان سهل. الايفنت الثاني درجات الطلبه اللي هو اكس. الدرجه دي ممكن تبقى عاليه او تبقى منخفضه. ف قبل ما ابدا بعد ما حطيت الامتحان واديت الامتحان للطلبه بدات اصحح الامتحان. يبقى كان عندي اعتقاد معين ان الامتحان سهل قبل ما اشوف اي اوبزرفيشن. الاوبزرفيشن هنا ايه؟ اللي هي ورقه الاسئله. هل بصحح الورقه او ورقه الاجابه؟ فاخدت اول ورقه اجابه لاول طالب، شفت الدرجه بتاعته اكس، لقيت انه جايب درجه وحشه. يبقى ايه لايكلي هود؟ ايه احتمال ان تكون الدرجه وحشه لو انا قلت لك لو انا اعتقادي ده صح، يعني اعتقادي الامتحان سهل. ايه احتمال ان تكون الدرجه وحشه بالرغم ان الامتحان سهل؟ ده المفروض يكون احتمال ايه؟ سمول. لازم الاحتمال ده احتمال المفروض يكون احتمال ضئيل، لان لو افترضنا الاعتقاد بتاعي صح،
ان واي دي امتحان بالفعل سهل، يبقى متوقع ان اكس تتفق مع واي، فبالتالي اكس لازم تكون درجه عاليه. لا، يبقى انا بعد اول اوبزرفيشن لاحظت ان اللايكلي هود منخفض، فبالتالي بعد اول اوبزرفيشن، بعد ما شفت اول ورقه اجابه، اعتقادي اتغير. طبعا في الحاله دي هيبدا يقل، واعتقادي ان الامتحان سهل يبدا يقل. بس انا متحفظ شويه، فهقول جايز يكون الطالب ده مش مذاكر كويس، فانا لسه عندي اعتقاد ان الامتحان سهل. مع قبل ما ابدا في الورقه الثانيه، يبقى البراير نولوجي بتاعتي اتغيرت وفقا للاول اوبزرفيشن انا شفته. خدت الورقه الثانيه، لقيت ان اكس برضه منخفضه، فاللايكلي هود بتاعي، اللايكلي هود بتاعي المفروض يكون، المفروض لو الاعتقاد بتاعي ان الامتحان سهل صحيح، يبقى المفروض اكس تبقى درجه عاليه، لكن ده ما بيحصلش، فاللايكلي هود كمان ايه، منخفض. فبالتالي البوستيريور هتقل، اعتقادي ان الامتحان سهل بدا يقل. ف وبكرر مع كل ورقه، لو كل الورق اللي جاني بتاع الطلبه درجاته وحشه، معناه ان انا الاكسبكتيشن بتاعتي او البراير انفورميشن بتاعتي ما كانتش مظبوطه، وان الاقرب للواقع هو ان الامتحان صعب مش سهل. الاسلوب ده هنتبعه في حاجات كتير. بنبدا ببراير انفورميشن، باعتقاد او ايمان عندك. كل ما الايمان ده يبقى سترونج، كل ما الاعتقاد ده يبقى قوي، كل ما البراير نولج بتاعتك بتبقى قويه، وكل ما انت بتبقى ما بتغيرش رايك بسهوله. لكن كل ما بتشوف اوبزرفيشن ده بيأثر على الاعتقاد بتاعك، وكل يوم بتتعلم اكتر، فبالتالي بتغير او بتثبت اعتقادك. دي بنسميها البيز رول. انا عايز اكد على اهميتها سواء هنا في الكمبيوتر فيجن او في المشين ليرنينج بشكل عام. حاجه تانية هنحتاج نستخدمها، انا قلت لو انا عندي متغيرين، متغير اكس اند واي، واحد بيعتمد على الثاني، فبنجيب الكونديشنال بروبابيلتي. بس لو في ايفنت ما بيعتمدش على الايفنت الثاني، او مش بيقول لي اي معلومه اضافيه عن لو كانت اكس مش بتقول لي اي معلومه اضافيه عن واي او العكس، ده معناه ان التو فاريبل دول اندبندنت، يعني مش بيعتمدوا على بعض. يعني انت مثلا لو انت بتحب تلعب كوره كتير بغض النظر عن الدنيا بتمطر ولا مش بتمطر، تمام، او لو انت في بلد بتمطر كتير، فبالتالي مش هتفرق معاك انك بتمطر ولا لا، هتروح تلعب كوره، يبقى ده بنقول ان اكس ايفنت انك تلعب كوره والايفنت انها تمطر ما بيعتمدوش على بعض. وبالتالي الجوينت بروبابيلتي هعبر عنها بحاصل ضرب الكونديشنال في المارجنال، فبالتالي الكونديشنال هي نفسها المارجنال، لان اكس ما بتعتمدش على واي. ده طبعا بيسهل الحل الرياضي كتير، لان بدل ما كان عندي كونديشنال بروبابيلتي في تو فاريبل، بقى عندي مارجنال بروبابيلتي في فاريبل واحد. دكتور خالد، مين السام رول، برودكت رول، والبيز رول؟ لو هتعامل بنظريه الاحتمالات، يبقى محتاج اعرف شويه ديستريبيوشن استخدمهم، بروبابيلتي ديستريبيوشن. في ثلاث هنتكلم عنهم، هنستخدمهم في المحاضره النهارده. اول ديستريبيوشن اللي هو البرنولي ديستريبيوشن، ده الديستريبيوشن ده بتدرسه في الاحصاء المفروض في الثانويه العامه. بيقول لك لو انت عندك كوين، العمله، ترمي العمله هتظهر ملك ولا كتابه، هيد اور تيل، ده بتخضع لايه؟ برنولي ديستريبيوشن. لو الكوين بتاعي فير كوين، يعني معناه العمله بتاعتي ما حدش لعب فيها، فبالتالي وعملتها عملت فليدنج 100 مره، ففي الغالب هيحصل ان 50 مره هتيجي على الهيد و50 مره هتيجي على التيل. لو هو مش فير، يعني تنيت العمله بتاعتي ولا سام هاو غيرت في الكاركترستيك بتاعتها، فاحتمال ان الهيد الكوين يبقى هيد هيبقى مختلف عن احتمال التيل. فبنعبر عن الكلام ده بالبرنولي ديستريبيوشن، برمز له بالرمز ده. اكس هنا معناه ان الراندوم فاريبل بتاعي هو اكس، لامدا هنا معناها البارامتر بتاعي، بروبابيلتي ان اكس تكون 1 يعني هيد بتساوي لامدا، بروبابيلتي اوف اكس ايكوال 0 بتساوي 1 ماينس لامدا. خلاص، هنا لو الكوين زي ما قلنا مش فير، فبالتالي احتمال ان الهيد ممكن يكون مختلف عن احتمال التيل. لكن لو هو فير هيبقى لامدا بتساوي نص، واحد ناقص نص واحد هيبقى نص. لو انا ده في الحاله دي لما يكون عندي باينري سيتويشن، لو عندي ترو فولس او هيد تيل، فبستخدم البرنولي ديستريبيوشن. لو انا عندي عدد الاورقام اللي بياخدها متغير اكتر من اثنين،
فبستخدم حاجه اسمها كاتيجوريكال ديستريبيوشن وبرمز له بالرمز ده. ده كل قيمه بتاخدها ياخدها المتغير العشوائي ليها احتمال، والاحتمال ده ممكن يكون مختلف. يعني لو انا اتكلمت مثلا على، لو انا عندي صفحه فيها كتابه بالعربي كل حرف بيظهر عدد من المرات، فمثلا نقدر نقول مثلا ان احتمال ان حرف الالف يحصل اكتر من احتمال ان حرف زي الغين مثلا يحصل، واحتمال حرف لام يحصل اكتر من احتمال حرف سين مثلا. فبعبر عن كده بالكاتيجوريكال ديستريبيوشن، كل قيمه بياخدها المتغير العشوائي بيبقى ليها احتمال. وده مثال الجراف المرسوم ده probability distribution بتاع random variable تحت ال categorical distribution، بياخد خمس قيم x1 2 3 4 5، كل واحدة من دول ليها احتمال، الاحتمال ده بنسميه لامدا، ولامدا لازم تكون positive عشان يبقى ده valid distribution. summation of all this lambdas equal 1. خلاص. في مثال تاني كلنا عارفين اللي هو الحظر، اللي هو الظاهر بتاع الطاولة. بيبقى عندي واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أو ستة، لما برمي الظهر ما أنا مش متع... ما أعرفش إيه اللي هيحصل، بس هو في المتوسط لو رميت الظهر مثلا 6000 مرة، منهم 1000 مرة هتظهر على الواحد، و1000 مرة هتظهر على الاتنين، و1000 مرة للتلاتة والأربعة والخمسة والستة وهكذا. فبيبقى عندي البروبابيليتي بتاعتي هتبقى فلات، هيبقى كلهم ليهم نفس الاحتمال اللي هو واحد على ستة. ده بينتمي لنفس الديستريبيوشن اللي بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو الكاتيجوريكال ديستريبيوشن. النوع الثالث اللي هو النوسيان ديستريبيوشن. الجاوسيان ديستريبيوشن فيه 2 بارامتر، ميو اند سيجما. ميو اللي هو المتوسط الحسابي بتاع الكيرف، سيجما اللي هو الانحراف المعياري ستاندرد ديفيشن. سيجما ده بيعبر عن قد ايه في انسرتينيتي في الموديل. لو الديستريبيوشن ده فيري نارو، لو سيجما فيري سمول، يبقى انا متاكد من السوليوشن بتاعي، او انا متاكد من او الفاريبل ده انا عندي الانسرتينيتي فيه منخفضه جدا، او النويز فيه منخفضه. لو السيجما عاليه معناه ان النويز عندي عالي. ده الاكسبريشن بتاع النورمال ديستريبيوشن، المنحنى الطبيعي تقريبا. لازم يكون القيمه بوزيتيف، ولازم يكون طبعا هنا ده كونتينوس فاريبل، فبدل السمشن هاخد الانتجريشن، القيمه بتاع الانتجريشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي بتساوي 1. ال 2 دي نفس الكلام، بس بيبقى عندي بدل ميو وسيجما لما يبقوا قيمه واحده بيبقوا في الحاله دي بيبقوا فيكتور. هنا مثال لل 2 دي. طيب ده مجرد كانت مقدمه بسيطه على نظريه الاحتمالات، ازاي هنستخدم الكلام ده في الكمبيوتر فيجن. ده الكلام اللي هتكلم عليه دلوقتي. بس قبل ما تبدا في الكمبيوتر فيجن، الناس اللي كانت بتسال ايه الحاجات اللي هتبقى مطلوبه، عاده معظم الشغل في الكمبيوتر فيجن دلوقتي بيعتمد على الماشين ليرنينج، واحده من اهم الحاجات التولز اللي احنا بنستخدمها في الكمبيوتر فيجن، وفي كتير من التطبيقات الماشين ليرنينج مهمه جدا. فعشان تدخل تتعلم كمبيوتر فيجن بتبقى محتاج تبقى تعرف شويه عن نظريه الاحتمالات، بتبقى محتاج تعرف شويه رياضه وهكذا. فلازم تصبر شويه على الرياضه عشان تبدا تفهم ازاي تحل الكمبيوتر فيجن بروبلم. فدلوقتي هتكلم على ازاي بستخدم الحاجات دي، ازاي بستخدم الليرنينج اند انفرنس في الكمبيوتر فيجن بروبلم. طيب لو بدانا بمثال بسيط لمشكله في الكمبيوتر فيجن عايز احلها، فيري سمبل كمبيوتر فيجن بروبلم. لو سالتك مديتك صور لارقام مثلا يكون رقم 4، وعايزك تعرف لي اذا كان هو رقم 4 ولا لا. فانا عندي صور مثلا، لو انت بتعمل ابلكيشن لكاميرا حاططها بتبص على لوحه الارقام بتاعت العربيه، وعايز تعرف الارقام دي اللي انت شايفها في الصوره كام. مثلا خلينا نختار رقم 4، ف بتقعد تفكر يا ترى ازاي اوصف رقم الشكل بتاع رقم 4. هتقول دي سهله، عباره عن مثلث وفي خط راسي، وبعدين بتحط شويه، تعمل شويه رولز. الكود بتاعك بيبقى اف ستيتمنت، الوت اوف اف ستيتمنت في الحاله دي. بعدين بتجربه على صوره سهله زي رقم 4، خلاص دي بتشتغل في الحاله دي وبتديك الريزلت كويسه.
بس لما بديك انذر اكزامبل مثلا الاربعه بدل ما كانت مقفوله من فوق فتحت شويه، في الغالب الرولز اللي انت حطيتها مش هتشتغل. فانت اللي بتعمله ايه؟ بتروح للرولز بتاعتك، للاف ستيتمنت بتاعتك، وتضيف شويه اف ستيتمنت تانيين. لو ما كانش رقم اربعه ده، دور شوف اذا كان الاربعه مفتوحه من فوق ولا لا، وهتبدا تحط كمان ايه؟ مور اف ستيتمنت، مور رولز. هدي لك رقم تاني عاده هيبقى ما بيخضعش للرول بتاعتك، هتبدا تضيف مور رولز. ولو استمريت في الحكايه دي هيبقى عندك الكود، الكود بتاعك بيبقى فيه a lot of if statement. لما بنيجي عاده بتبدا في اي بروبلم بتفكر بالاسلوب البسيط ده، بس مع الاكسبيرينس الناس عرفت ان الكلام ده ما بيشتغلش. الاسلوب ده في التفكير في الكمبيوتر فيجن مش بينفع، لان زي ما قلت الكمبيوتر فيجن very complex than those simple rules. فبالتالي انا القواعد البسيطة دي مش هتنفع ان تحل لي الكمبيوتر فيجن بروبلم. فايه الاسلوب الافضل في الحل؟ اللي هو الكلام بتاع المحاضرة، ان انا اعمل موديل واتعلم الموديل واستخدمه. فالسوليوشن بتاع الكمبيوتر فيجن بروبلم هنا النهارده، او الموديل بيست كمبيوتر فيجن، في ثلاث خطوات بعملهم. الاول انا بيبقى عندي اوبزرفيشن، بيبقى عندي داتا او ميجرمنت، ومن الميجرمنت دي بحاول اعرف الستيت، قيمه الستيت دبليو. هنتكلم دلوقتي بعد السلايدز الجايه او اللي بعدها هنتكلم على مثال يوضح الكلام ده. فبيبقى عندي ميجرمنت وهيدن ستيت. فيعني مثال بسيط، ان انا لو انت دكتور، زي ما قلت الكلام ده كلام عام فممكن يستخدم في اكتر من ابلكيشن. لو انت دكتور، الميجرمنت بتاعتك بتبقى عباره عن درجه حراره المريض، تحليل الدم، والصور الاشعه والحاجات دي، ده ميجرمنت، ده اوبزرفيشن انت بتشوفه. الهيدن ستيت اللي هي دبليو، اللي هي هل المريض ده عنده مرض السكر مثلا ولا لا، دي هيدن ستيت، دي مش حاجه ما اقدرش اقيسها. اللي بقيسه دلالات عن الدبليو، مش الدبليو نفسها. فازاي ابني سيستم ياخد الميجرمنت دي ويطلع لي في الاخر اذا كان المريض ده مريض بمرض معين ولا لا؟ ده هو الموديل بيز ابروتش. ان انا اول خطوه بعملها ان انا بيلد موديل. الموديل معناه ايه؟ ماثيماتيكال ريليشن شيب بتوين اكس اند واي، اكس اند دبليو، وبيبقى فيه بارامتر ثيتا. الخطوه الاولى بيلد موديل. بعد ما ببني الموديل بتعلم الموديل، ليرن ذا موديل. بيبقى عندي تريننج سامبلز بتديني، او حد بيقعد يقول لي دي اكس واحد والدبليو واحد بتاعتها دي التحاليل، والمريض كان عنده المرض، دي التحاليل والمريض ما كانش عنده المرض. فبيديني a lot of examples، the training example بيديني الاكس والدبليو مع بعض. انا باخد الاثنين دول وبتعلم منهم الموديل، learn the model. learning the model معناه ان انا بجيب قيمه البارامتر ثيتا. الخطوه الثالثه ان هي ان انا بنيت الموديل ده ليه؟ بنيت الموديل ده عشان احل مشكله معينه، عشان لما تديني اكس اقول لك ايه دبليو، لو اديتني صور اشعه جديده اقول لك اذا كان المريض ده مريض ولا لا، وبانهي احتمال. طب ده اول كمبيوتر فيجن ابلكيشن هتكلم عنه. هحاول بقدر الامكان اكرر كل الحاجات اللي انا قلتها في السلايد دي. انا عندي زي ما قلت عندي مشكله السكن ديتكشن، بحاول اعمل ديتكت للسكن، للهيومن سكن. اول كمبيوتر فيجن ابلكيشن هتكلم عنه. هحاول بقدر الامكان اكرر كل الحاجات اللي انا قلتها في السلايد دي. انا عندي زي ما قلت عندي مشكله السكن ديتكشن، بحاول اعمل ديتكت للسكن، للهيومن سكن في الصوره اللي عندي. فانا عندي بيبقى عندي الانبوت بتاعي صوره كلر ايمج، والاوتبوت بتاعي كل بيكسل من الصوره دي بقول هل هي سكن زي الفيس ولا نون سكن زي الباك جراوند. يبقى قيمه ال W هنا 0 1 1 فور سكن 0 فور نون سكن. الاكس هي الكالر انفورميشن ار جي بي دومين اور اني اذر دومين. طيب يبقى قلنا اول خطوه. طبعا الابلكيشن ده فيه ممكن استخدمه في حاجات كتير، ممكن استخدمه في الفيس ديتكشن، ممكن استخدمه في الهاند ديتكشن، ممكن استخدمه في حاجات كتير تانية. فاول خطوه في السوليوشن قلنا انا عندي ثلاث خطوات: بيلد موديل، ليرن ذا موديل، اند انفرنس. الخطوه الاولانيه بيلد موديل. لو انا فكرت في الموديل في كل المحاضره هو عباره عن البوستيريور انفورميشن، بروبابيلتي اوف دبليو جيفن اكس، اكس هي الاوبزرفيشن ودبليو هي الستيت. زي ما قلت بيز رول بتقول ان البوستيريور بيتناسب مع حصل ضرب اللايكلي هود في البراير.
فيبقى انا عندي عشان ابني الموديل محتاج اعرف البراير ومحتاج اعرف اللايكلهود، اضربهم في بعض بجيب البوستيرير. ده الموديل اللي انا هتعامل معاه. طب قبل ما اروح للسلايد الثانيه، لو فكرت شويه، البراير انفورميشن او البراير بروبابيلتي بي اوف دبليو، انا عندي دبليو بتاخد 0 1، ايه انهي ديستريبيوشن من ال 3 ديستريبيوشن اللي احنا اتكلمنا عنهم ينفع امثل بيه البروبابيلتي اوف دبليو؟ دبليو از ديسكريت وبتاخد قيمه 0 1 0 1 هيد تيل ملك كتابه، يبقى الديستريبيوشن اللي ينفع في الحاله دي هو البرنولي ديستريبيوشن. likelihood probability of x given w، ده اول مثال. فنشوف فالبراير قلنا هنستخدم فيها برنولي ديستريبيوشن. المتغير لندا انا ما اعرفوش دلوقتي، انا عندي ده لسه unknown، بس انا عارف ان هو البارامتر بتاع برنولي هو لندا. likelihood هفترض ان الكونديشنال probability او likelihood probability of x given w equal 0، هفترض انها نورمال ديستريبيوشن. يعني ده طبعا هي المشكله هنا اكس 3 دي، بس انا هبسطها في الشكل ده 1 دي. السكن انا هفترض ان هو ديستريبيوشن باللون الازرق بالشكل ده، ليه متوسط، ليه ميو، وليه انحراف معياري سيجما. والنان سكن انذر جاوسيان، ليه متوسط وليه انحراف او معياري سيجما 2. ف ده الموديل بتاع اللايك هود. probability of x given w equal 0 is a normal distribution، البارامتر بتوعي ميو 0 سيجما 0. probability of x given skin nor another normal distribution في another two parameter ميو 1 and سيجما 1. المرحلة الأولى build a model. الموديل ده فيه شوية بارامتر. How many parameters we have? We have 5 parameters. Lambda for the prior and the type mu mu 0, sigma 0. المفروض دي تكون mu 1 and sigma 1. طيب بالنسبة لللامدا أنا عايز أعمل learning للبارامتر دول. فبتديني training examples، بتديني مثلا 10 مليون sample، جزء منهم skin وجزء منهم non skin. بتديني color information، بتقول لي البكسل دي ال color بتاعها ال RGB color is that and its skin. تديني a lot of examples skin and non skin. لندا بعملها ازاي؟ دي سهله، لان انا لو انا عندي مثلا 10 مليون بيكسلز، 10 مليون منهم 3 سكن، 3 مليون سكن و7 مليون نون سكن، فيبقى لندا في الحاله دي هتبقى 3 على 10. عندي 3 مليون من 10 مليون، فبالتالي الاحتمال ان يبقى سكن هو 3 على 10. اما بقيه البارامتر ميو 0 سيجما 0 ميو 1 سيجما 1، ده هستخدم حاجه اسمها ام ال، ماكسيمم لايكلي هود ماكسيمم استريوري او بيز ابروتش عشان اجيب القيم دي. هتكلم على الثلاث 3 تكنيكس دول بعد شويه. الخطوه الثالثه بعد ما اتعلمت البارامتر، يبقى انا عندي موديل اتعلمت البارامتر بتوعه، عايز استخدم الموديل، عايز لك لما تديني نيو ميجرمنت نيو بيكسل اقول لك اذا كانت هي سكن ولا نون سكن بأنهي بالاحتمالات طبعا. فهستخدم ال بيز رول تو كلاسيفاي بيكسلز تو سكان اند نون سكان. بيز رول قلنا البوستيريور يساوي حاصل ضرب لايكلي هود انها بروبابيلتي ان اكس جيفن سكان في البراير بروبابيلتي اوف سكان على النورماليزيشن بي اوف اكس. المقام بستخدم فيه السميشن رول عشان اجيب قيمه بروبابيلتي اوف اكس. طبعا انا كل الحاجات دي في الخطوه 2 عرفت البارامتر بتاعهم، فبروبابيلتي اوف W equals 1 ده برنولي، فبالتالي هاخد اللندا اللي انا جبتها المثال اللي اتكلمت عنه 3 على 10. الجزء ده اللي هو likelihood، likelihood ده normal distribution، البارامتر بتوعه ميو 1 وسيجما 1 انا عرفتهم، فبالتالي بعوض تعويض مباشر قيمه x اللي بتاعت الكالر بتاع البكسل بعوض فيها في معادله normal distribution وبجيب probability دي، واضرب الاثنين في بعض واقسم على المقام يديني احتمال ان البكسل دي تكون سكان. لو الاحتمال ده اكتر من نص يبقى الاوتبوت بتاعي بيبقى سكان، لو اقل من نص يبقى نون سكان. بالتالي اقف هنا واسال لو المثال ده واضح او لا، لو حد عنده اسئله على المثال ده.
likelihood probability by first assumes the solution getting its سؤال parameters يطول on فوق. learning step. هل likelihood probability to first assuming the distributions and getting its parameters through learning step. Okay. في الخطوه الاولى building a model معناها انك بتحدد الموديل اللي انت هتستخدمه، مش بتحدد يعني الفورم بتاعته شكله ايه. برنولي مثلا ده شكل بتاع البارامتر، انا ما اعرفش لسه، ما عنديش اي فكره عن البارامتر بتاعه. يعني لو قلت لي ده لايك ا فليمنج كوين يبقى ده برنولي، لكن هل هو البارامتر بتاعه نص ولا ربع ولا تلت ولا اكتر ولا اقل، انا ما اعرفش. اللي بعرفه ان لما باجي بعمل ليرنينج برمي الكوين ده 100 مره مثلا، بشوف هل هو بيطلع الهيد كم مره والتيل كم مره. لو طلعهم قد بعض يبقى انا عندي البارامتر بتاعي يساوي نص. لو طلع عندي الهيد بيحصل 70 مره والتيل 30 مره يبقى لامدا عندي ب 7 على 10. لو اوكي ماشي الابلكيشن ده سكان ديتكشن، بتديني بيكسل وبقول لك اذا كانت البيكسل دي سكان اور نون سكان. يبقى اكس الميجرمنت هو الكالر انفورميشن، دبليو اور الهيدن ستيت بتاعتي سكان اور نو سكان. فاول خطوه ببدا بيها ان انا اعرف ايه الانبوت والاوتبوت. الاوتبوت عرفنا ان هو 1 فور سكان اند 0 فور نون سكان. الانبوت بتاعي اللي هو اكس اللي هو الكالر انفورميشن اوف ايتش بيكسل، خلاص بقول ار جي بي كالر ورصتهم جنب بعض، ده اسم الفيكتور اكس اللي هو الانبوت بتاعي. الخطوه الاولى بيلد موديل، الموديل في الكلام بتاعنا النهارده اللي هو البوستيرير اللي هو حاصل ضرب البراير انفورميشن في اللايكلي هود. يبقى انا محتاج اعرف البراير واعرف اللايكلي هود. في الخطوه دي بيلد موديل معناها ان انا بحدد يعني هما كان في شكل بعض الناس الديستريبيوشن طالبين بتاعي، انك تعيد ودي المثال بتنتج من الاولاني الخبره وبتنتج بتاعك. انك بتقرا عن ابلكيشن شبه الابلكيشن اللي انت بتحاول تحله. ففي فورم معينه للديستريبيوشن، فاذا البراير انفورميشن في الحاله دي انا عندي probability of W، W دي بتاخد 0 و1 يبقى باينري 0 1 هيد تيل ملك كتابه، فبالتالي الديستريبيوشن اللي ينفع في الحاله دي اللي هو ايه؟ البرنولي ديستريبيوشن. البارامتر بتاع البرنولي ديستريبيوشن اللي هو لندا انا ما اعرفوش دلوقتي في المرحله دي، بس انا عارف ان هو هيبقى ايه؟ هيبقى برنولي ديستريبيوشن. لايكلي هود معظم الابلكيشن او معظم الطرق بتستخدم الاسامبشن بتاع الجاوسيان اسامبشن عشان ليه خصائص رياضيه كتير، بنفترض عاده بنفترض الجاوسيان ديستريبيوشن. اللايكلي هود بروبابيلتي اوف اكس جيفن دبليو is Gaussian distribution. Normal distribution البارامتر بتوعه الميو المتوسط سيجما الانحراف المائل. يبقى لسه احنا في الخطوه الاولى build a model. البراير برنولي distribution probability of scan بيساوي لامدا، probability of non scan بيساوي 1 minus لامدا. Likelihood ايه احتمال ان الاكس دي تحصل لو انا قلت لك ان هو مش سكان، وايه احتمال الاكس دي تحصل؟ احتمال الاكس دي تحصل لو انا قلت لك ان هو non scan، وايه احتمال الاكس دي تحصل لو قلت لك ان هي سكان. كل واحده من دول نورمال ديستريبيوشن ليه بارامتر ميو 1 وسيجما 1. يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان انا عندي الديستريبيوشن بتاع ده شكل توضيحي، لان انا ما اعرفش فين المتوسط وفين الانحراف النهائي، انا لسه في المرحله الاولى. فانا تخيلي ان هيبقى عندي 2. خالد انت عامل ميوت عندك؟ طيب فانا عندي 2 جاوسيان ديستريبيوشن، واحد للسكن اللي هو الازرق واحد للنون سكين. انا دلوقتي لسه ما اعرفش فين المتوسط بتاعهم، بس ده مجرد بس لتوضيح الصوره. لو انا في الخطوه الثانيه اتعلمت البارامتر صح، هيبقى عندي في الاخر هيبقى عندي 2 ديستريبيوشن بالشكل ده. في الجزء ده من الجراف، الجزء اللي هو الجزء هنا، البلو احتمال البلو اكتر من احتمال الريد، فبالتالي اقدر اقول ان في الجزء ده الاكس قيمتها في الجزء ده يبقى الاكس. يبقى الخطوه الاولى بيبقى موديل، بحدد الفورم اللي بستخدمها وبحدد البارامتر اللي انا لسه هحتاج اتعلمهم. في الخطوه الثانيه بعمل ليرنينج، عندي 5 بارامتر ميو 1 سيجما 1 ميو 0 سيجما 0 ميو 1 اند سيجما 1 اند لامدا. دول انا مش عارفهم، فهعرفهم ازاي؟ هعرفهم من التريننج اكزامبلز. بتدي واحد بيديني او في حد بيديني بيقول لي ان بيديني مليون بيكسل ويقول لي ال W المناظره لكل واحده فيهم. عشان اجيب البارامتر دول بستخدم واحده من الطرق دي، ماكسيمم لايكلي هود، ماكسيمم ستيريوري اور بايز رول. واحنا بنقول انت بتقول لي اذا كان كده اوضح ولا عندي براير probability ليها البارامتر لامدا، وعندي لايكلي هود فيها البارامتر ميو 1 ميو 0 سيجما 0 ميو 1 سيجما 1.
هتعلم البارامتر دول ازاي؟ بتعلمهم بحاجه اسمها الماكسيمم لايكلي هود او الماكسيمم بوستيريوري او البايز رول. هنعرف ازاي بنستخدم الطرق دي بعد شويه. في الخطوه الاخيره بعمل انفرنس، بتديني بيكسل جديده وبقول لك اذا كانت البيكسل دي سكان ولا نون سكان. فبحسب قيمه البروبابيلتي اوف دبليو ايكوالز سكان جيفن ذا ميجرمنت اكس بتساوي حاصل ضرب لايكلي هود اوف اكس جيفن سكان في البراير بتاعه السكان على البروبابيلتي اوف اكس. طيب باخد الانبوت بتاعي اكس بعوض في المودلز اللي انا اتعلمت البارامتر بتاعها. دلوقتي انا في المرحله دي كل البارامتر معروفه، فبالتالي اعرف اجيب كل القيم دي بالتعويض المباشر في المودل بتاعي. طيب الكلام اللي احنا قلناه ده بيتطبق في او المودلز دي بنستخدمها في الكمبيوتر فيجن في معظم الابلكيشن. بيبقى نفس التكنيك او بنفس الاسلوب، بيبقى عندي ميجرمنت. مثلا في المثال اللي قدامنا ده بيبقى الميجرمنت عباره عن صوره ار جي بي ايمج، ده اللي هو الاكس، كل بكسل بتديني كلر انفورميشن، وبحاول اتعلم من الصوره دي معلومه عن العالم اللي حواليا اللي هي الستيت دبليو. في الابلكيشن ده بحاول اعمل ريكوجنيشن وسيجمنتيشن للسين. ففي الحاله دي في الصوره الاولانيه مثلا عايز اعرف الاوبجكت اللي في الصوره دول ايه، فده الاوتبوت بتاعي عباره عن كاو وجراس. في الصوره الاخيره مثلا هنا في عندي طياره، سكاي بيلدينج، ده الاوتبوت بتاع الماشين فيجن او الكمبيوتر فيجن سيستم. الاوتبوت بتاعي واحده من الكلاسز اللي انا اتعلمتها. انا عندي هنا ميني كلاسز، بحدد كل بكسل من في الصوره الكلاس بتاعها ايه. كل ابلكيشن اللي حاطط عندك تحت هنا الريفرنس بتاعه لو حبيت تقرا اكتر. انذر ابلكيشن في 3 دي فيجن، لو عايز احسب الدبس انفورميشن بيبقى عندي تو انبوتس تو ايمجز. في 3 دي فيجن لو عايز احسب الدبس انفورميشن بيبقى عندي تو انبوتس تو ايمجز. لو لاحظت هتلاقي في ديسبليسمنت بتوين ذا تو ايمجز، ده اسمه الستيريو فيجن، زي ربنا خلق لنا عينين ما بينهم ديسبليسمنت. فبيبصوا العين الشمال شايفه الصوره دي والعين اليمين شايفه الصوره دي، ومن الاستيريو ايمجز دول بحاول اعمل استيميت للدبس انفورميشن. فالصوره دي الحاجات المعموله باللون الابيض دي الحاجات القريبه، والحاجه المعموله باللون الداركر الحاجات، كل ما يكون داركر كل ما يكون ابعد. ده انذر ابلكيشن بستخدم نفس الاسلوب. الانبوت في الحاله دي عندي كلر انفورميشن فروم ليفت اند رايت ايز او كاميرز، والاوتبوت بتاعي اللي هو دبليو اللي هو الدبس انفورميشن. في تطبيقات طبيه بيبقى عندي صوره سكان ام ار اشعه رنين مغناطيسي، صوره سكان ام ار اشعه رنين مغناطيسي، او بيبقى عندي اشعه مقطعيه، اشعه سي تي سكان او اكس راي او وات ايفر. الاشعه اللي عندي بيبقى عندي عايز اعمل ابلكيشن صوره الاشعه اللي انا هخلي الدكتور او حد من الناس اللي شغالين في الميديكال يقول لي الورم اللي في الصوره دي فين. لا، انا عايز الكمبيوتر يعمل نفس الوظيفه، فممكن استخدم الكلام اللي انا قلته او شبه الكلام اللي انا قلته ان انا احل نفس المشكله اللي قدامنا دي. هنا الصف الاخير ده الاوتبوت بتاع ماشين ليرنينج ماشين فيجن سيستم، بيحدد لي الجزء اللي فيه الورم. ده الاوتبوت بتاع الكمبيوتر فيجن سيستم. اللي في النص ده مانوال سيجمنتيشن، بس بستخدمه عشان اقارن قد ايه الاوتبوت بتاع الكمبيوتر فيجن سيستم بتاعي قريب من الحل الصحيح. ففي الصف الثاني ده في واحد بيحدد بيقول لي ان ده مكان الورم. بشوف هنا الاوتبوت بتاع السيستم بتاعي، هتلاقي ان هو شبهه جدا، ده معناه ان الالجوريزم ده فيري جود از فيري جود. في حد يقول ممكن نعيد الرسم السابق مره اخرى. أني ابلكيشن طيب ده مثال لواحد من الكمبيوتر فيجن مودلز.
زي ما قلت كل الحاجات اللي بنتكلم عنها النهارده تقدر تطبقها في الابلكيشن دي. ولو انت رحت شفت البيبر هتلاقي في حاجات كتير من اللي في البيبر دي زي نفس الكلام اللي احنا قلنا. بيبقى عندي موديل، بيبقى عندي اكس ميجرمنت، في الحاله دي عندي تو ايمجز لان ده ستيريو فيجن، فلازم يكون عندي صورتين من اليمين ومن الشمال، العين اليمين والعين الشمال، او الكاميرا اليمين اتحركت شويه، نفس الكاميرا اتحركت شويه فادتني صورتين. طبعا تلاحظ ان هم لازم يكونوا مختلفين والا مش هقدر استيميت الدبس. فالاوتبوت بتاعي اللي هو الدبس انفورميشن. الحقيقه الاوتبوت بتاعي هنا ان انا بشوف اللي عايز الاوتبوت اللي عايز اجيبه كل بيكسل اتحركت في الصوره الثانيه كام بيكسلز. يعني الاباجوره هنا هتتحرك شويه لليمين، اتحركت كام بيكسل؟ 10 بيكسل، 15، فكل بيكسل اتحركت شويه عن مكانها. الالجوريزم يقول لي البيكسل دي اتحركت كام، ده بنسميه ديسباريتي. الديسباريتي دي كل ما الحاجه بتتحرك اكتر كل ما معناها ان هي قريبه مني. من الديسباريتي دول، من الديسباريتي دي بقدر اجيب الدبس. يعني الانبوت هو ليفت اند رايت ايز، الاوتبوت هو الدبس. بس طبعا مش هيديني المسافه كعمق في الصوره، طبعا مجرد فاصل المسافات. لا هو لو في، لو الكاميرا بتاعتك كالبريتد، لو انت عندك تعرف البارامتر بتاعت الكاميرا، ده جزء من الكمبيوتر فيجن اسمه حول الكتاب اللي ممكن تستخدمه كده. لو انت عملت كالبريشن للكاميرا بتاعتك بتقدر تحول الكلام ده لدبس انفورميشن مسافه. يعني هتقول الاباجوره دي على بعد 10 على بعد مثلا نص متر. سوري المعلومات مش موجوده. طيب كل اللي قلناه ان اي مشكله في الكمبيوتر فيجن بستخدم فيها نفس الاسلوب، بحدد ايه الانبوت وايه الاوتبوت، وببدا ببيلد موديل. يعني بيلد موديل يعني احدد العلاقه الرياضيه اللي بتربط اكس ودبليو في صوره براير بروبابيلتي لايكلي هود اند بوستيريور. طبعا كل واحده من دول هيبقى ليها مجموعه من البارامتر، انا ما اعرفش البارامتر ده قيمتها كام، فمحتاج اتعلمها. اتعلمها في الخطوه الثانيه ليرن ذا موديل. باخد a lot of training examples، كل ما يكون التريننج اكزامبل بتقول اكتر وبيعبروا عن المشكله اللي انا بحاول احلها، كل ما يكون الاستيميشن بتاع البارامتر ثيتا ده يكون افضل. الخطوه الثالثه ان انا استخدم الموديل. بيبقى عندي كل المعلومات متاحه، فبالتالي باخد، مجرد باخد الاكس واعوض بيها في المعادله بتاعتي وتديني احتمال دبليو عالي ولا واطي، وبناء عليه بطلع الاوتبوت بتاعي. انا في المرحله الاولى بيلد موديل، انا بحدد العلاقات، شكل العلاقه. في الخطوه الثانيه ليرنينج، بجيب البارامتر، بحسب قيمه البارامتر ثيتا. في ثلاث طرق بستخدمهم، واحده اسمها الماكسيمم لايكلي هود، واحده اسمها الماكسيمم بوستيريوري، واحده اسمها بيزيان ابروتش. الماكسيمم لايكلي هود دي ابسطهم. لما اتكلمنا في المثال بتاع السكان، بيبقى عندي تريننج سام، تريننج اكزامبلز اكس 1 اكس 2 اكس اي، كل واحده منهم عباره عن الكالر انفورميشن بتاعه الصوره اللي بتاعت البيكسل، والاوتبوت بتاعي اللي هو ايه دبليو. قلنا في المثال مثلا بتاع السكان، قلنا ان البروبابيلتي او اللايكلي هود هستخدم نورمال ديستريبيوشن، ففي عندي مجموعه من البارامتر ثيتا. ثيتا في الحاله دي هتبقى اللي هي الايه، ده فيكتور في الميو وفي سيجما. فرمز ثيتا ده رمز عام، يعني بقول اي بارامتر بغض النظر عن البارامتر ايه، فبحاول اجيب، بعمل ماكسمايزيشن للبروبابيلتي لللايكلي هود. يعني ايه معناه؟ انت لو انت، نرجع لمثال العمله مره ثانيه، لو انت عندك كوين ورميته 100 مره، ففي ال 100 مره ظهر لك هيد مثلا 60 مره، تمام؟ يبقى المفروض انك انت تختار البارامتر بتاعك ثيتا اللي هو في الحاله دي هو نفسه لامدا، المفروض تختاره يمثل، يعبر عن النتائج اللي انت شفتها. ففي الحاله دي لو هم ظهر 60 مره من 100 مره، يبقى المفروض ان لامدا في الحاله دي تبقى قريبه جدا من 0.6، قريبه جدا من 6 من 10. خلاص؟ فالاكسبريشن ده معناه ايه؟ معناه ان انا بدور على قيمه ثيتا اللي تخلي البروبابيلتي ماكسيمم. طيب نستخدم قاعده من القواعد اللي احنا قلنا اتكلمنا عنها في الاول، independent variable. لو انا اتكلم على مثال العمله، لما بترمي العمله في المره الاولى
النتيجة ما بتعتمدش على لما بترمي العملة في المرة الثانية ولا المرة الثالثة، كل واحدة مستقلة بذاتها، كل واحدة ما بتعتمدش على الـ other measurements. فبالتالي أقدر أعبر عن الـ probability of، طبعا ده مجرد نوتيشن، هو دي هي joint probability، probability of x1 and x2 x3 xi given theta. دي joint probability. joint probability وال x1 ما بتعتمدش على x2، فبالتالي اقدر افصلهم الى كل واحد وحده. فبيتحول البرودكت رول بتقول ان ال joint probability بيساوي حاصل ضرب ال probabilities دول. طيب لو عملت طبعا يبقى انا هيبقى عندي فانكشن وهعمل لها ماكسمايزيشن. اروح اشوف في ايه ماكسمايزيشن تولز، ماتلاب ولا وات ايفر، واعمل ماكسمايزيشن للفانكشن دي. والحل اللي هيديني خلي لايكلي هود ماكسيمم، يعني الحل اللي هيخلي البارامتر ده يتفق مع الاوبزرفيشن اللي انا شفتها، هو ده الحل بتاع، هو البارامتر اللي انا المفروض استخدمه. خلاص بعد ما اجيب البارامتر دول اقدر اقول لك احتمال، اديتني بوينت جديده وتقول لي ايه احتمال ان ده يحصل، تقدر تعوض مباشره في البروبابيلتي وتطلع الاحتمال. طيب بالنسبه للماكسيمم لايكلي هود، حد مثال واضح ازاي انا بعمل ماكسيمم لايكلي هود، ازاي بستخدم الام ال في ان انا اعمل كالكوليشن للبروبابيلتي دي. بالنسبه في حاجه طبعا دكتور احمد الشاعر بيسال نيوميريكال اوبتمايزيشن، في الغالب بتبقى نيوميريكال اوبتمايزيشن الا لو انا عندي فورم اقدر اجيب لها الاناليتيكال اوبتمايزيشن ماكسيمم اقدر استخدمها. طبعا معظم التكنيك اللي بنستخدمها، السؤال الثاني بيسال دكتور احمد، معظم التكنيك اللي بنستخدمها بتديني، ممكن تديني لوكال ماكسيما، ما فيش يعني في نسب بتجارانتي الجلوبال ماكسيما، بس معظم ال التكنيكس او معظم الاوبتمايزيشن بيتم مش جارانتي ان يديني الجلوبال ماكسيما. بالنسبه لاستخدام النورمال ديستريبيوشن، بالنسبه للنورمال لو انا عندي الديستريبيوشن بتاع جاوسيان ديستريبيوشن او نورمال ديستريبيوشن، اقدر اجيب اعمل الاوبتمايزيشن بشكل رياضي. فانا بقول ايه، انا عايز اعمل فيتنج للبارامتر، لو انا عندي ديستريبيوشن نورمال اجين، ودي من المزايا بتاعت النورمال ديستريبيوشن ان هو بقدر اجيب الماكسيمم بيها بشكل سهل. عايز اجيب قيمه الميو والسيجما اللي اعمله ماكسمايزيشن لللايكلي هود. طيب باخد حاصل ضرب البروبابيلتي، النوتيشن ده ارج ماكس ده مجرد نوتيشن ماثيماتيكال نوتيشن، معناه ان انا بدور على قيمه ميو وسيجما اللي يخلوا الفانكشن دي او الداله دي ماكسيمم. هنستخدم القواعد اللي احنا اتكلمنا عنها، تحول الجوينت بروبابيلتي لحاصل ضرب المارجنال بروبابيلتي، وبعدين انا عندي بقول ان ده افترضت او المثال ده بستخدم النورمال ديستريبيوشن، بشيل البروبابيلتي واحط النورمال ديستريبيوشن، البارامتر بتوعي ميو وسيجما. التريك اللي بنعملها ان النورمال ديستريبيوشن طبعا الصيغه الرياضيه بتاعته بالشكل ده، فالتريك اللي بنعملها ان انا باخد اللوج بتاع النورمال ديستريبيوشن، طبعا اللوج مش في اصل المكان اللي بتحصل فيه الماكسيموم، فده ماثيماتيكالي اقدر استخدمه. باخد اللوج بتاع النورمال ديستريبيوشن بتاع الجزء ده، لوج حاصل ضرب هو السمشن بتاع اللوج. دي قاعده. ماكسيمم يعني الحل اللي هيخلي البارامتر ده يتفق مع الاوبزرفيشن اللي انا شفتها، هو ده الحل بتاع، هو البارامتر اللي انا المفروض استخدمه. خلاص بعد ما بجيب البارامتر دول اقدر اقول لك احتمال، اديتني بوينت جديده وتقول لي ايه احتمال ان ده يحصل، تقدر تعوض مباشره في البروبابيلتي وتطلع الاحتمال. طيب بالنسبه للماكسيمم لايكلي هود، حد مثال واضح ازاي انا بعمل ماكسيمم لايكلي هود، ازاي بستخدم الام ال في ان انا للبروبابيلتي دي. بالنسبه في حاجه طبعا دكتور احمد الشاعر بيسال نيوميريكال اوبتمايزيشن، في الغالب بتبقى نيوميريكال اوبتمايزيشن الا لو انا عندي فورم اقدر اجيب لها الاناليتيكال اوبتمايزيشن ماكسيمم اقدر استخدمها. طبعا معظم التكنيك اللي بنستخدمها، السؤال الثاني بيسال دكتور احمد، معظم التكنيك اللي بنستخدمها بتديني، ممكن تديني لوكال ماكسيما،
مفيش يعني في نسب جارانتي الجلوبال ماكسيما، بس معظم ال التكنيكس او معظم الاوبتمايزيشن بيتم مش جارانتي ان يديني الجلوبال ماكسيما. بالنسبه لاستخدام النورمال ديستريبيوشن، بالنسبه للنورمال لو انا عندي الديستريبيوشن بتاع جاوسيان ديستريبيوشن او نورمال ديستريبيوشن، اقدر اجيب اعمل الاوبتمايزيشن بشكل رياضي. فانا بقول ايه، انا عايز اعمل فيتنج للبارامتر. لو انا عندي ديستريبيوشن نورمال اجين، ودي من المزايا بتاعت النورمال ديستريبيوشن ان هو بقدر اجيب الماكسيمم بيها بشكل سهل. عايز اجيب قيمه النيو والسيجما اللي يعملوا ماكسمايزيشن لللايكلي هود. طيب باخد حاصل ضرب البروبابيليتي. النوتيشن ده ارج ماكس ده مجرد نوتيشن ماثيماتيكال نوتيشن، معناه ان انا بدور على قيمه نيو وسيجما اللي يخلوا الفانكشن دي او الداله دي ماكسيمم. هنستخدم القواعد اللي احنا اتكلمنا عنها، تحول الجوينت بروبابيليتي لحاصل ضرب المارجنال بروبابيليتي. وبعدين انا عندي بقول ان ده افترضت او المثال ده بستخدم النورمال ديستريبيوشن، بشيل البروبابيليتي واحط النورمال ديستريبيوشن البارامتر بتوعي ميو وسيجما. التريك اللي بنعملها ان النورمال ديستريبيوشن طبعا السيره الرياضيه بتاعته بالشكل ده، فالتريك اللي بنعملها ان انا باخد اللوج بتاع النورمال ديستريبيوشن. طبعا اللوج مش في اصل المكان اللي بتحصل فيه الماكسيموم، فده ماثيماتيكالي اقدر استخدمه. باخد اللوج بتاع النورمال ديستريبيوشن بتاع الجزء ده، لوج حاصل ضرب هو السمشن بتاع اللوج. دي قاعده من القواعد اللي احنا بنعرفها من ايام ثانوي. باخد السمشن بتاع اللوج بتاع النورمال ديستريبيوشن. لو انا النورمال ديستريبيوشن بالشكل ده لو خدت له لوج، يبقى هيبقى لوج حاصل ضرب حاجتين في بعض، يبقى لوج بتاع الجزء الاولاني زائد اللوج بتاع الجزء الثاني، بوصل للشكل ده. داله فيها تو بارامترز ميو سيجما، اي اللي هم عدد التريننج سامبلز، وبقيه الحاجات اكس اي اللي هي الداتا نفسها. عايز اجيب قيمه ميو وسيجما اللي تعمل لي ماكسمايزيشن للفانكشن دي. فايه لو انا عندي الفانكشن دي ازاي اعمل لها ماكسمايزيشن؟ حاجه من الحاجات اللي احنا نعرفها ان انا اخد الفانكشن، اخد الفانكشن بتاعتي واخد لها الديريفاتيف واساوي الديريفاتيف بزيرو. المتغير اللي بدور عليه مره هاخد الميو ومره هاخد السيجما. الجزء الاولاني خدت الميو وخدت التفاضل بالنسبه للميو، الجزء الاولاني بصفر، الجزء الثاني هيبقى ميو ماين اكس ماينس ميو على سيجما سكوير. اخد السمشن للكلام ده واساويه بالصفر، اقدر احل المعادله دي ميو بتساوي سمشن اوف سامبلز على عددهم. طبعا النتيجه دي احنا عارفينها في اول دروس الاحصاء، بتقول المتوسط الحسابي هو مجموع السامبلز على عددهم. ما كناش نعرف يعني ايه ماكسيمم لايكلي هود، لكن الماكسيمم لايكلي هود سوليوشن هو بيوصلنا نفس النتيجه، بيوصلنا ان الميو المتوسط هو لو كان الاسامبشن بتاعي ان الديستريبيوشن ده نورمال ديستريبيوشن، يبقى المتوسط الحسابي حصل مجموع الاكس اول اكسز على الاي. السيجما الانحراف المعياري بتبع نفس الاسلوب، باخد المعادله دي وبفضلها بالنسبه للسيجما سكوير وبساوي بالصفر. في النهايه بوصل لايه؟ لاكسبريشن برضو احنا عارفين ان هو باخد الفرق ما بين كل اكس والميو، اجمع اربع وبعدين اجمع وبعدين اقسم على العدد. لو في وقت كنا قلنا ان الاستيميشن بتاع الماكسيموم لايكلي هود بالنسبه للسيجما ده بايزد استيميشن، عشان كده في الماتلاب لما بتلاقي بيحسب الستاندرد ديفيشن عاده بيقسم على اي ماينس 1 مش بيقسم على اي. مثال للماكسيمم لايكلي هود. طبعا مش كل الحاجات بقدر اجيب كلوز فورم للسوليوشن بتاعي باستخدام الماكسيمم لايكلي هود، ففي ابروكسيميشن تكنيك وتولز بيكون عندي الفانكشن وبقدر اطلع منها القيم اللي بتعمل لها ماكسيمايزيشن. يبقى دي اول طريقه انا بستخدم الماكسيمم لايكلي هود، بدور على قيمه ثيتا اللي بتخلي لي اللايكلي هود ماكسيمم. الطريقه الثانيه بنسميها دي افضل شويه واصعب شويه، اللي هي ماكسيمم ابستريوري. بدل ما انا هبدا من اللايكلي هود بس، هداخل معايا البراير انفورميشن. فباخد البيز رول، باخد البراير انفورميشن بضربها في اللايكلي هود واقسم على النورماليزيشن بروبابيليتي اوف اكس واعمل لها ماكسمايزيشن عشان اطلع الثيتا بنفس الاسلوب. نفس الكلام هنا، بشيل الجوينت بروبابيليتي وبحطه بدل حاصل ضرب السامبلز. حلو، على
في الحاله دي انا بدور على ثيتا اللي تخلي لي الفانكشن دي ماكسيمم. الفانكشن دي الثيتا دي مش بتعتمد على المقام هنا، فبالتالي اقدر اشيله، والهدف بتاعي ان انا اعمل ماكسمايزيشن للفانكشن دي. الحل اللي بصله هنا افضل من الحل اللي بتديهوني اللايكلهود، لان انا دخلت معايا البراير انفورميشن. في المثال اللي كنا بدانا فيه المحاضره، لو درجات الامتحان كلها سهله، كل درجات، لو درجات الطلبه كانت كلها وحشه، فاللايكلهود بتاعي كل الدرجات وحشه. لو انا ما استخدمتش البراير انفورميشن وحليت باستخدام الماكسيمم لايكلهود، ممكن اعرف ان مثلا بس ممكن فاكت تانية يكون ان الطلبة نفسهم ما بيذاكروش. فلو انا دخلت البراير انفورميشن بتاعتي ان المفروض الطلبة دول في مستوى معين، فبالتالي المفروض معلوماتهم ما تقلش عن مستوى معين، فبالتالي المفروض في براير انفورميشن عندي لو استخدمتها هيكون الاجابة بتاعتي او فكرتي عن السيستم او فكرتي عن الكلاس هتبقى افضل. مش هستخدم اللايك الهود بس، هستخدم اللايك الهود مع البراير انفورميشن. لو في عندي انفورميشن متاحه اكتر، بدل ما هستخدم الماكسيمم بستريوري بستخدم البيزن ابروتش. الماكسيمم لايك الهود ابسطهم واسهلهم رياضيا، البيزن ابروتش افضلهم واصعبهم رياضيا. في البيزن ابروتش انا مش هكتفي بان انا هجيب قيمه للتيتا، ولكن هجيب لها ديستريبيوشن. يعني في الماكسيمم لايك الهود وفي الماكسيمم بستريوري الاجابه بتاعتي بتبقى في الاخر المتوسط بيساوي 10، ذاتس ات. لكن هنا في البيزن ابروتش انا هديك معلومه كمان، هقول لك المتوسط بتاعي 10 بس باحتمال خطا زائد او واحد زائد او ناقص 2. يعني بقول لك ان انا الاحتمال الكبير عندي حوالين ال 10، بس انا ممكن يكون الاجابه بتاعتي مش مظبوطه، فممكن تبقى 8 وممكن تبقى 9 وممكن تبقى 10 وممكن تبقى 11 وممكن تبقى 12. فانا اديتك معلومات اكتر، وبناء عليه تقدر من المعلومات دي تقبل او ترفض الحل اللي انا اديته لك. يعني بقول لك 10 باحتمال خطا 5، ممكن تقول لي يبقى الاجابه دي مش صح وترفضها. لكن لو انا قلت لك 10 بس، ما عندكش معلومه عن الانسرتينتي اللي في السوليوشن. فالافضل لو متاح طبعا انك انت تستخدم البيزن ابروتش. بتاعي عباره عن ديستريبيوشن. انا هنقول على نقطه جديده. ف السوفت وير اتكلمنا عن مقدمه لنظريه الاحتمالات، بعدين ازاي بعمل مودلز في الكمبيوتر فيجن، قلنا في ثلاث خطوات. قبل الخطوات دي، الاول بعرف ايه الانبوت وايه الاوتبوت. ببدا بالخطوه الاولى بيلد ا موديل، بحدد البراير انفورميشن البراير واللايكلي هود. في الخطوه الثانيه ليرن موديل، بحدد بجيب من التريننج سامبلز، بحاول اعمل استيميشن للبارامتر بتاع البروبابيلتي. في الخطوه الاخيره بستخدم المعلومات او بستخدم البروبابيلتي ديستريبيوشن دول عشان اجاوب على السؤال اللي الابلكيشن المفروض تجاوبه، هل البكسل دي سكان ولا لا. هقول لك دي سكان باحتمال خطا مثلا 1%. هل من صورتين اقدر اطلع الدبس انفورميشن باحتمال خطا 20% وهكذا. دكتور خالد، اصعب نسبيا يعني من اللي فات. الكلام اللي فات ده مش للكمبيوتر فيجن بس، ده كلام عام، فممكن ده جزء من موديل بيزد ماشين ليرنينج. فممكن الكلام ده تاخده زي ما هو وتطبقه على مشاكل تانية، زي مثلا في الويب سيرش، في الاوبجكت، في الكاركتر ريكوجنيشن، في حاجات كتير تانية ممكن تستخدم فيها نفس التكنيك اللي انا اتكلمت عنها، بنسميها موديل بيزد ماشين ليرنينج. طبعا الكلام ده هقول الكتب والمراجع اللي ممكن تقرا فيها عن الكلام ده بشكل اكتر، بشكل اوسع. لو مسكت كتاب وقريت هتستفيد جدا. يعني في ناس بتكتب، بس في ناس نعم. انا زودت اوكي ماشي.
في ناس بتسأل أسئلة في إيه أفضل كتب ممكن أستفيد بيها في المجال ده معلومات خاصة عن ماتلاب، هتكلم عن ده في آخر سلايد. إيه فرق الماشين ليرنينج والكمبيوتر فيجن؟ الماشين ليرنينج دي تولز بتستخدمها في كذا أبلكيشن، بتستخدمها في الويب سيرش زي ما قلت، بتستخدمها في الكمبيوتر فيجن، بتستخدمها في الميديكال إيميجنج، بتستخدمها في أبلكيشن كتير. فالماشين ليرنينج دي تول زي مثلا الرياضه اللي انت بتتعلمها زي معادلات التفاضليه. المشين ليرنينج دي تول بتسمح لك انك انت تطلع او تعمل ان اجابتك في الفيلد بتاعك تكون افضل. يعني ممكن الدكتور يستخدم المشين ليرنينج عشان يعرف ان المريض بتاعه عنده المرض الفلاني ولا لا. لكن الفيجن ان انا هدفي في النهايه ان انا ابني مكنه كمبيوتر بيشوف زي البني ادم. خلاص الكاميرات مثلا مثال للكمبيوتر فيجن، كاميرات المراقبه اللي في ماليه دينا دلوقتي في كل المطارات وكده دي كمبيوتر فيجن سيستم. فازاي من الكاميرا من الكاميرا دي مثلا الحوادث الاخيره اللي حصلت بنشوف ان الكاميرا ساعدت كتير في اكتشاف الناس اللي عملت الحادثه دي. ازاي بدل ما يبقى عندي بوليس بيبص على الكاميرات دي ويراقبها طول الوقت، ازاي يبقى عندي كمبيوتر سيستم بياخد الصور دي ويكتشف اذا كان في اكتيفيتي مش مظبوطه بتحصل ولا لا؟ هل الراجل اللي في الخلفيه ده في الداتا بيز عندي معلومات عنه بتقول ان هو واحد مش مظبوط؟ ف بستخدم الكمبيوتر فيجن والصور دي ان اسهل على البوليس واسهل على السكيورتي الحاجات دي. بس هي يا فندم سؤالين سولفين. sort of يعني انا عادي بيبقى عندي samples وبعرف example بتعبر فيها العلاقة بين x و y، ومن ال examples دول بعرف بين sorry بين x و w، ومن ال examples دول بحاول اعمل estimation لل parameter. فهي inverse problem. في حد عنده أسئلة هنا؟ أدخل على الجزء الثاني؟ أو بيسأل أو بتسأل أنا ما حسيتش إن في فرق بين السي في عند كمبيوتر فيجن. يعني سي في؟ سي في يعني اختصار؟ سي في يعني اختصار كمبيوتر فيجن. انا مش فاهم السؤال. بالنسبه في سؤال تاني بيقول الديب ليرنينج، واضح ان اللي كتب السؤال ده فاهم مش ليرنينج كويس. الديب ليرنينج واحده من اهم الحاجات الجديده في النيورال نتورك. النيورال نتورك ليها فتره موجوده بس الناس بتوع الرياضه ما بيؤمنوش بالنيورال نتورك. الديب ليرنينج الليتريتشر هتكلم عنها في اخر المحاضره. ليرنينج از سولفينج ان انفرس بروبلم سورت اوف. يعني انا عادي بيبقى عندي سامبلز وبعرف example بتعبر فيها العلاقه بين x و y، ومن ال examples دول بعرف بين sorry بين x و w، ومن ال examples دول بحاول اعمل estimation لل parameter. فهي inverse problem. في حد عنده اسئله هنا؟ ادخل على الجزء الثاني؟ او بيسال او بتسال انا ما حسيتش ان في فرق بين السي في عند كمبيوتر فيجن. يعني سي في؟ سي في يعني اختصار. سي في يعني اختصار كمبيوتر فيجن. انا مش فاهم السؤال. بالنسبه في سؤال تاني بيقول الديب ليرنينج، واضح ان اللي كتب السؤال ده فاهم مش ليرنينج كويس. الديب ليرنينج واحده من اهم الحاجات الجديده في النيورال نتورك. النيورال نتورك ليها فتره موجوده بس الناس بتوع الرياضه ما بيؤمنوش بالنيورال نتورك. الديب ليرنينج
دي حاجة جديدة وليها مستقبل كويس في السنين الجاية دي. فلو انت مهتم بدراسة الديب نتوركينج ديب ليرنينج، انا بشجعك تو دو سو، لان ده هيبقى واحدة من اهم التكنيكس في السنين الجاية في المشي ريليتد للنيورال نتورك. بحب اكرر ان الماشين ليرنينج مختلف عن الماشين فيجن او الكمبيوتر فيجن او الماشين فيجن، دي حاجه واحده. الماشين ليرنينج حاجه ممكن تطبقها في اكتر من ابلكيشن. هنا احنا بنستخدم الماشين ليرنينج عشان نحل الكمبيوتر فيجن، بس الماشين ليرنينج ممكن استخدمها لمعالجه النصوص. يعني ممكن تديني نص مثلا صفحه مكتوبه بالعربي، والسؤال بتاعك بيقول لي طلع لي اسماء البشر من في الصفحه دي. فبتاخد التكست بتقول في الكلام بالعربي، بتقول لي لقيت احمد، ده احمد ده اسم، مصر مصر دي اسم، لكن يذهب او يلعب دي مش اسم، مش اسم شخص. ممكن تقول لي حدد لي اسماء الاماكن، يبقى بتدور في الصفحه لقيت كلمه مصر، مصر دي مكان، لكن علي مثلا مش مكان، ده شخص. ده تكنيكس، دي حاجات ممكن تستخدم فيها الماشين ليرنينج. فالماشين ليرنينج تول بتستخدمها في حاجات كتيره ومنهم الكمبيوتر فيجن. لكن بالنسبه للماشين ليرنينج والعلاقه ما بين الكمبيوتر فيجن، زي ما قلت الكمبيوتر فيجن بيستخدم الماشين ليرنينج. بس حاجه من الحاجات اللي انا لاحظتها شخصيا، ان الناس اللي بتبقى اكتف في الماشين ليرنينج معظمهم بيبقوا كانت ناس شغاله في الكمبيوتر فيجن والعكس. وهشير انا لكتاب مهم في الماشين ليرنينج، وكتب للماشين فيجن از ويل. دلوقتي هتكلم على الجرافيكال مودلز. الجرافيكال مودلز يعني شويه هاير ليفل، بس الابلكيشن بتاعته والنتائج بتاعته افضل كتير طبعا من الكلام اللي احنا قلنا عليه. هبدأ بساين لانجوج ابلكيشن. ساين لانجوج ابلكيشن، في ساين لانجوج ابلكيشن بيبقى عندي فيديو سيكونس، عندي مجموعه صور فيديو، والهدف بتاعي ان انا احدد في كل فريم ايه الاشاره الساين اللي هو المؤدي بيحاول يعملها. طبعا ده كل باستخدام الكمبيوتر. يبقى انا عندي بيبقى عندي كاميرا بتصور الشخص اللي هو بيأدي الساين لانجوج، وعايز احول الكلام ده مثلا لنص او وات ايفر. ففي الابلكيشن ده بيبقى طبعا عشان ابني السيستم ده بيبقى عندي كذا خطوه. الخطوه الاولانيه ان انا ديتكت ذا هاند، بحدد فين الهاند في الصوره، وبطلع منها ريجون اوف انترست، يعني منطقه حوالين الايد دي المنطقه اللي انا هبقى مهتم بيها. بعد كده بتبدا مرحله الابلكيشن اللي هتكلم عنه، او ازاي استخدم الليرنينج عشان اعرف الاشاره اللي بتتعمل دي. خلاص، بالنسبه لجزء الديتكشن انا مش هتكلم عنه، بس ممكن من التكنيكس اللي ممكن تستخدمها في الديتكشن تستخدم السكن ديتكشن اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. فتقدر تعمل هاند ديتكشن باستخدام السكن ديتكشن. طيب يبقى ايه الانبوت؟ نفس الخطوات مره ثانيه، ابدا بيلد موديل، ليرن ذا موديل، انفير فروم ذا موديل. الخطوه الاولانيه ايه الانبوت والاوتبوت؟ الانبوت هو عباره عن الريجن اوف انترست. في جزء كبير من الكمبيوتر فيجن متخصص في how to describe this region or how to describe images, how to get some features. انا هنا بتكلم على ايد بتتحرك، فبالتالي الفيتشر اللي انا عايزها الشيب بتاع الايد والبوزيشن، شكل الايد ايه وهي فين. فبطلع الفيتشر دول بحطهم في فيكتور اسمه اكس ان. ان هنا معناها ان انا بتشتغل على الفريم نمبر ان. اوكي، يبقى الانبوت بتاعي فيتشر اكس ان، والاوتبوت بتاعي عايز اقول ايه الاشاره اللي بتتعمل في الفريم نمبر ان اللي هي دبليو ان. ده هتعامل معاها بالجرافيكال موديل، فهعبر عن الكلام ده بشكل جراف. الجراف عباره عن نودز وايدجز، كل راندوم فاريبل بمثله بنود. في الفريم ان انا عندي 2 راندوم فاريبل اكس دبليو ان اكس ان. العلاقة between X and WN بمثلها ب directed link دي. الجراف ده اسمه directed graph لأن في directed link between W and XN. ال
في نوع تاني من الجراف اسمه undirected graph، اللي ما بيبقاش فيه اتجاه للينك ده، خلاص؟ فده اسم graphical model and graphical representation للبروبلم اللي عندي. طيب حد بيسأل، إيمان ماجد بيسأل ليه دايما بفترض الجاوسيان ديستريبيوشن؟ الحقيقه الجاوسيان ديستريبيوشن ده اسامبشن في معظم الابلكيشن، بدايه لانه سهل التعامل معاه، سهل من ناحيه الرياضه، لكن ده مش الديستريبيوشن الوحيد. في الواقع ان لو غيرنا الاسامبشن ده وخليناه عام او استخدمنا فيه حاجات ادفانسد عن الجاوسيان ديستريبيوشن، الاوتبوت في الغالب بيتحسن، بس في تريد اوف. انا يعني في مزايا وفي عيوب ان انا استخدم الجاوسيان ديستريبيوشن. العيب، الميزه الرئيسيه في ان انا عندي رياضه كتير بتحل النورمال ديستريبيوشن، بتساعدني في حل المشكله. وكمان ان هو بيعبر عن مشاكل كتير، ممكن مشاكل كتير اعبر عنها بالنورمال ديستريبيوشن. لكن لو النورمال ديستريبيوشن مش كافي، بستخدم سميشن اوف نورمال ديستريبيوشن. ممكن استخدم بدل ما انا بستخدم 1 جاوسيان استخدم ميكشر اوف جاوسيانز، اخد سميشن اوف ميني جاوسيانز. ممكن بدل النورمال ديستريبيوشن استخدم حاجه اسمها الستيرنت ديستريبيوشن، ده شبه النورمال ديستريبيوشن. فده مش الديستريبيوشن الوحيد اللي ممكن استخدمه، لكن في المحاضره هنا مش هنستخدم غير النورمال ديستريبيوشن. طيب قلنا على ابن الموديل. الموديل بتاعي يعني براير ولايكلهود. البراير في الحاله دي انا هفترض ان هو يونيفورم، يعني هفترض ان احتمال ان الاشاره واحده او الاشاره اثنين او الاشاره ثلاثه يحصل احتمال كلهم زي بعض، فبالتالي يونيفورم. وطالما قلت يونيفورم يعني ايه، مش هياثر في اي حاجه ثانيه، فبالتالي مش هتكلم عنه في المثال ده. اللايكلهود بتاعي هفترض زي ما افترضت في السكان ديتكشن ابلكيشن، هفترض ان الديستريبيوشن بتاعي نورمال ديستريبيوشن، probability ان اكس تحصل، اكس ان تحصل given given that wn equals k، يعني احتمال ان اكس تحصل لو الاشاره الحاليه في الفريم ده هي الاشاره رقم k، ده normal distribution ليه 2 بارامتر ميو k سيجما k. so far ده تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه في السكين ديتكشن. يعني المرحله الثانيه هعمل learn the model، يبقى عندي كام بارامتر؟ لو انا عندي عدد 10 اشارات او عندي 20، لو عندي 20 اشاره مثلا، يبقى عدد البارامتر في السيستم هيبقى 20 في 1 بارامتر للميو وبارامتر للسيجما. فممكن اخد التريننج سامبلز بتاعتي واتعلم البارامتر ميو وسيجما زي ما اتعلمت البارامتر ميو وسيجما في مثال في مثال السكان. بس ممكن استخدم الماشين، ممكن استخدم الماكسيمم لايكليهود او الماكسيمم بيستيريوري او البيزين ابروتش عشان اجيب قيم ميو وسيجما. طيب بس في الحقيقه احنا اهملنا حاجه مهمه جدا في المثال ده، ان انا اديت عندي فيديو، واهملنا فاكت ان الاشاره في الفريم اللي انا فيه الى حد ما بتتاثر بالاشاره في الفريم اللي فات. طيب يبقى انا المفروض استخدم المعلومه دي، كل ما استخدم معلومات اكتر كل ما الحل بتاعي هيبقى افضل. طيب ازاي استخدم المعلومه بتاعه الفريم اللي فات؟ اضيف انذر راندوم فاريبل، اضيف انذر نود للجراف، هضيف الراندوم فاريبل او wn minus 1 الستيت في البريفيس فريم. خلاص يبقى الجراف زودت عليه wn minus 1، وده دايركت جراف، ففي لينك من wn minus 1 ل wn. اتجاه اللينك ده واتجاه الادج دي بيمثل الكونديشنال بروبابيلتي بين الاثنين دول، يعني مين بيعتمد على مين. هنا واضح ان wn بتعتمد على wn minus 1. خلاص طيب يبقى ضفنا للموديل حاجه جديده اللي هي البروبابيلتي اوف wn given wn minus 1. لو انا في الفريم n minus 1 كانت الاشاره كي، ايه احتمال ان الاشاره في الفريم اللي بعده تبقى wn؟ هنا في الحاله دي طبعا دي حاله ديسكريت، وبالتالي ال wn هنا ديسكريت، فبالتالي ممكن استخدم
من الـ distribution اللي اتكلمنا عنها ممكن استخدم الـ categorical distribution لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 up to في الحالة دي حسب الإشارات اللي عندي. خلاص؟ طيب أفكركم مرة تانية بالـ categorical distribution. لو أنا عندي بس خمس احتمالات أو يعني الفوكابلري بتاعي فيه خمس إشارات 1 2 3 4 5، هنا بقول إيه احتمال لو أنا في الفريم N minus 1 كانت الإشارة 3؟ إيه احتمال الإشارة تكون 1؟ احتمال الإشارة تكون 2؟ إيه احتمال الإشارة تكون 3؟ 4 5. أنا واضح من الجراف ده إن أكتر حاجة ممكن تحصل هي 2. مثال تاني، مثلا اتكلمنا عن اللغة العربية مثلا، الناس اللي بتقول الماشين ليرنينج والكمبيوتر فيجن ابلكيشن تاني، انت بتعرف بتشوف الحروف، ده ماشين ليرنينج ابلكيشن بتشوف الحروف كل حرف بيجي وراه حرف، فايه احتمال مثلا بعد حرف الالف يجي حرف اللام؟ ده احتمال كبير. بس ايه احتمال بعد حرف الالف يجي حرف الضاد مثلا؟ ده احتمال ضعيف. تمام؟ فده نفس الكلام هنا، من اشاره لاشاره الاحتمال بيختلف. طيب لو لاحظت في السلايد اللي فاتت كان عنوان السلايد بيقول هنتكلم عن جرافيكال مودلز، بس عنوان السلايد كان بيقول موديل فور تشين، سلسله. ليه؟ لان انا ببدا ابني السلسله بتاعتي، الجراف بيبقى شكل السلسله، كل نود بتعتمد على النود اللي قبلها، زي طبعا ان الاوبزرفيشن بيعتمد على الهيدن ستيت. ترم من الترمز اللي دايما بنسمعها لحد ما بتخض شويه، اللي هو هيدن ماركوف موديل. لو كملت بنيت السلسله، لو انا عندي فرصه ان انا اشتغل على ان فريمز، يعني الاوتبوت بتاعي هطلعه بعد ما اشوف ان اوبزرفيشن اكس 1 اكس 2 اكس 3 اب تو اكس ان، الموديل بتاعي شكله كده بيبقى ايه؟ عامل زي السلسله، بسميه هيدن ماركوف موديل. هيدن ليه؟ لان الستيت بتاعتي wn w1 w2 w3 wn دي هيدن ستيت، انا ما اعرفش ايه، لكن اللي اعرفه واللي بشوفه هو الصوره بس، لكن الاشاره ايه بالظبط دي هيدن انا ما اعرفهاش. اضيف انذر نود للجراف، هضيف الراندوم فاريبل او wn minus 1 الستيت في البريفيوس فريم. خلاص؟ يبقى الجراف زودت عليه WN minus 1 وده دايركت جراف، ففي لينك من WN minus 1 ل WN، اتجاه اللينك ده واتجاه الإتش دي بيمثل الكونديشنال بروبابيليتي بين الاثنين دول، يعني مين بيعتمد على مين. هنا واضح ان WN بتعتمد على WN minus 1. خلاص؟ طيب يبقى ضفنا للموديل حاجه جديده اللي هي البروبابيليتي اوف WN given WN minus 1. لو انا في الفريم N minus 1 كانت الاشاره كي، ايه احتمال ان الإشارة في الفريم اللي بعده تبقى WN؟ هنا في الحالة دي طبعا دي حالة ديسكريت، وبالتالي ال WN هنا ديسكريت، فبالتالي ممكن استخدم من الديستريبيوشن اللي اتكلمنا عنها، ممكن استخدم الكاتيجوريكال ديستريبيوشن لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 اب تو في الحالة دي حسب الإشارات اللي عندي. خلاص؟ طيب افكركم مره تانية بال categorical distribution. لو انا عندي بس خمس احتمالات او يعني الفوكابلري بتاعي فيه خمس اشارات 1 2 3 4 5، هنا بقول ايه احتمال لو انا في الفريم n minus 1 كانت الاشاره 3؟ ايه احتمال الاشاره تكون 1؟ احتمال الاشاره تكون 2؟ احتمال الاشاره تكون 3؟ 4 5. انا واضح من الجراف ده ان اكتر حاجه ممكن تحصل هي 2. مثال تاني، مثلا اتكلمنا عن اللغه العربيه مثلا، الناس اللي بتقول الماشين ليرنينج والكمبيوتر فيجن ابلكيشن تاني، انت بتعرف بتشوف الحروف، ده ماشين ليرنينج ابلكيشن بتشوف الحروف كل حرف بيجي وراه حرف، فايه احتمال مثلا بعد حرف الالف يجي حرف اللام؟ ده احتمال كبير. بس ايه احتمال بعد حرف الالف يجي حرف الضاد مثلا؟ ده احتمال ضعيف. تمام؟ فده نفس الكلام هنا، من اشاره لاشاره الاحتمال بيختلف. طيب لو لاحظت في السلايد اللي فاتت كان عنوان السلايد بيقول هنتكلم عن جرافيكال مودلز، بس عنوان السلايد كان بيقول موديل فور تشين، سلسله. ليه؟ لان انا ببدا ابني السلسله بتاعتي، الجراف بيبقى شكل السلسله، كل نود بتعتمد على النود اللي قبلها،
زي طبعا ان الاوبزرفيشن بيعتمد على الهيدن ستيت. ترم من الترمز اللي دايما بنسمعها لحد ما بتخض شويه اللي هو هيدن ماركوف موديل. لو كملت بنيت السلسله، لو انا عندي فرصه ان انا اشتغل على ان فريمز، يعني الاوتبوت بتاعي هطلعه بعد ما اشوف ان اوبزرفيشن x1 x2 x3 up to xn. الموديل بتاعي شكله كده بيبقى ايه؟ عامل زي السلسله، بسميه هيدن ماركوف موديل. هيدن ليه؟ لان الستيت بتاعتي wn w1 w2 w3 wn دي هيدن ستيت، انا ما اعرفش ايه، لكن اللي اعرفه واللي بشوفه هو الصوره بس، لكن الاشاره ايه بالظبط دي هيدن انا ما اعرفهاش. كل نود بتعتمد على النود اللي قبلها بس، ما بتعتمدش على اي حاجه ثانيه. النود بتاعتها بتشيل معلومه عن اللي فات بس، جاست البريفيس ايفنت. طيب نقول اجين، الموديل هو بتاعنا ايه؟ دايما الموديل ان انا بعبر عن البراير واللايك هود، او بعبر عن الجوينت بروبابيلتي. الجوينت بروبابيلتي دي ميزه الجرافيكال موديل، ان الريبريزنتيشن بتاع لما بعبر عن المشكله بتاعتي بشكل جراف بيبقى سهل جدا اني احط توصيف البروبابيلتي بتاعها. فلو بصينا على الجراف ده، في يعني x1 depends on x1، x1 depends on w1، فبقول probability conditional probability x1 given w1، هنا probability of x2 given w2. فحاصل ضرب اجين، نرجع نفس القاعده اللي احنا خدناها شفناها في الاول، الجوينت probability بيساوي حاصل ضرب likelihood. هنا كل probability of x1 given w1 في probability of x2 given w2. اجين احنا هنا قلنا x1 ما بتعتمدش على x2، او x2 ما بتعتمدش على x1، في probability of n xn given wn. ده الجزء بتاع w2 بتعتمد على w1، w3 بتعتمد على w2، wn بتعتمد على wn minus 1. فبالتالي الجوينت probability of x1 x2 x3 xn و w1 w2 wn بحاصل ضرب جزئين. الجزء الاولاني probability of xn given wn، الجزء الثاني wn given wn minus 1. الجزء ده في الكمبيوتر فيجن بنسميه الداتا تيرم. ده بيقيس الكومباتيبلتي بين الميجرمنت xn او الاوبزرفيشن xn والستيت wn، هل هما بيتفقوا مع بعض ولا لا؟ هل لايكلي هود عالي ان لايكلي هود بين wn و xn عالي ولا لا؟ الجزء الثاني سموثنج تيرم، ده بيقيس الكومباتيبلتي بين wn و wn minus 1. طيب في الحالة دي، لو انا اديتني الفيديو اللي فيه ان فريمز وعايز اعرف الاشارات اللي اتعملت في الفريم في الفريمز دول ايه، يعني انا في الاخر عايز اجيب قيم، عايز اعمل ماكسمايزيشن للبروبابيلتي، اطلع قيمة بي ان دبليو 2 دبليو ان اللي تخلي البروبابيلتي دي ماكسيمم. خلاص، طبعا دي لو فاكرين دي اسمها ايه، ماكسيمم ابستيريوري. دي الابستيريور بتاعتي probability of w given x our belief after observing some observation. خلاص، بعمل لها maximization بسميها maximum a posteriori. المعادله دي هي conditional probability، لو ضربتها في البراير مش هيحصل حاجه، لان البراير لو ضربتها يعني probability of w given x في probability of x، سوري مش براير، لو خدت probability of w given x ضربتها في probability of x هجيب ايه؟ الجوينت probability. probability of x ما بتعتمدش على w، فبالتالي بالنسبه للاوبتمايزيشن للماكسمايزيشن هنا مش هتاثر، فبدل ما باخد الكونديشنال باخد الجوينت probability. خلاص؟ اجين بستخدم اللوج بتاع probability، فما عملتش حاجه، خدت الماينس، فبالتالي الماكس اتحولت لمين لان انا حطيت الماينس هنا، فبالتالي انا عندي minimization problem بتاعت حاصل ضرب حاجتين. الجزء الاولاني هو ال data term، الجزء الثاني هو ال smoothing term. الجزء الاولاني يعتمد بس على wn واحده بسميه unary term، الجزء الثاني يعتمد على wn wn minus 1.
خلاص. طبعا ما فيش وقت اقول ازاي هنعمل اوبتمايزيشن لده، بس في تول او في الجوريزم اسمه دايناميكال بروجرامينج بيقدر يعمل اوبتمايزيشن، بيعمل مينيمايزيشن لدي ويطلع لي في الاخر ايه الاشارات اللي كانت حصلت في الفيديو سيكونس. خلاص احنا قربنا نخلص. ففي حد عنده سؤال في الجزء ده؟ تقريبا باقي سلايد او اتنين ونخلص. لو في حد عنده سؤال على ال هيري ماركوف موديل يسأل دلوقتي. البايومتريك بتعني اللي هو البصمة، بصمة ال طبعا في حد بيسأل is biometric authentication is one of the CV application. كتير من الكمبيوتر فيجن ابلكيشن بتستخدم في الفيس ديتكشن، في الفيس ريكوجنيشن، في البصمات اللي هي البصمة، بصمة ال اسمها ايه؟ بصمة الايد بستخدم الكمبيوتر فيجن فيها، الفيس ريكوجنيشن زي ما قلت، الجيت طريقة المشي وانت بتمشي، احنا كبني ادمين لما نشوف حد ماشي طريقة مشيه بتدينا معلومة كبيرة ان هو ده احمد مش محمد. دي في ناس بتشتغل فيها بالكمبيوتر فيجن، بيصور حركة المشي بتاعت الرجلين ومنها بيعمل ريكوجنيشن. I can now the best mode that will fit our problem. في احمد عماد بيسال لو انا عندي اكتر من موديل ازاي بحدد احسن موديل؟ مفيش اجابه للسؤال ده، الاجابه انك تجرب. الحقيقه كمان الماشين ليرنينج فيها تكنيك بيسمح لي ان انا احط التو مودلز مع بعض، تمام، واخلي الماشين ليرنينج نفسها تختار الموديل الانسب. يعني لو انا عندي موديل A وموديل B، خلاص هعمل ادخل الانبوت اكس على موديل A وادخل موديل اكس على الموديل B، وفي الاخر اخلي الماشين ليرنينج تتعلم تدي كل واحد منهم ويت. يعني الماشين ليرنينج نفسه هو اللي هيقول لي موديل واحد احسن من موديل اثنين من غير ما انا اتدخل، مجرد بديله تريننج سامبلز وهو هيتعلم منه. اعتقد كده مفيش اسئله ثانيه، ننقل على السلايدز الاخيره. طيب من ال 1D نروح لل 2D. معظم الكمبيوتر فيجن عبارة عن صور، فلازم نتكلم عن ال 2D. فايه المودلز المناسبة اللي بستخدمها مع الجريد؟ هنا الجراف اللي كان 1D في تشين بي دلوقتي جريد. جريد واصلة بين الهيدن ستيتس زائد في لينك بين كل هيدن ستيت اند اتس اوبزرفيشن. يعني بالنسبة للمثال ده الاكس او الاوبزرفيشن هي الصورة اللي قدامي، القيمة الكالر انفورميشن بتاع كل بيكسل. يعني هنا عندي بيكسل الكالر انفورميشن بتاعها ايه. الهيدن لاير دي عبارة عن ليبل، يعني ده مثال بس ان انا عايز اعرف ده جراس ولا كاو، بقرة ولا جراس ولا كاو، تمام. فده الاوتبوت هيبقى بتاعي، ده الهيدن ستيت. انا ما اعرفش، انا كل اللي شايفه هو الاوبزرفيشن او الكالر انفورميشن. طبعا بالنسبة لنا كهيومن سهل جدا تحدد كل بيكسل من دول عباره عن ايه، لكن عشان تحل المشكله دي في الكمبيوتر فيجن، لو بصيت، لو انت كمبيوتر بتفكر كان لو انت مكان الكمبيوتر بتفكر باسلوب الكمبيوتر، البيكسل اللي بتشوفها دي اللي على الكاو اللي هي سودا بس واضح انها ابيض او الكالر فيها جزء ده مثلا شبه حتت في الباك جراوند، الحته اللي فيها شادو دي دارك في الجراس شبه الجسم بتاع البقره. فبالتالي العمليه يبدو انها سهله، بس لما تيجي تطبق الكمبيوتر فيجن بتلاقي ان طبعا الهيومن فيجن سيستم فيري سترونج اند فيري سوفيستيكيتد ذان وي كان دو ان كمبيوتر فيجن سو فار. طيب اعبر ازاي عن الموديل دي؟ هستخدم جيبس ديستريبيوشن. البروبابيلتي الجوينت بروبابيلتي بتاعت الستيت WN W2 WN عباره عن الاكسبريشن ده. كل ترم الاكسبريشن ده ليه معنى، في اوف WN W1 W2 WN ده بنسميه الكوست فانكشن. الكوست فانكشن بتاعتي انا في النهايه دي ليبلنج بروبلم، فانا كل بيكسل والبيكسل اللي جنبها هياخدوا ليبل، ففي كوست هدفعها لو البيكسل دي جراس واللي جنبها جراس، في كوست ثانيه هدفعها لو البيكسل دي كاو واللي جنبها كاو، في بيكسل في كوست ثالثه هدفعها لو كانت البيكسل دي كاو وجنبها جاس.
طبعا معناه كوست معناها ايه؟ معناها ان انا بفضل ان يكون التو بيكسل شبه بعض، تمام. فبالتالي الكوست بتاعت ان يبقى كاو جنبها جراس دي الكوست اعلى من الكوست بتاعت كاو كاو او جراس جراس. بعبر عنها رياضيا بالفي فانكشن اللي هي الكوست فانكشن. السمشن بتاع الفي فانكشن دول الكوست فانكشن بنسميه توتال انرجي. الماينس ساين هنا معناها ان الكوست البروبابيلتي كل ما الكوست تزيد كل البروبابيلتي ما تقل، عشان كده حطيت اشاره ناقص. وكل الكوست ما تقل كل البروبابيلتي ما تزيد، كل الكوست ما تزيد كل البروبابيلتي ما تقل. سي هنا معناها كليك. كليك معناها ايه؟ ان في الكمبيوتر فيجن طبعا الفانكشن دي في بتعتمد على كل الهيدن ستيت. تخيل انت عندك صوره مثلا 1000 بكسل في 1000 بكسل، هيبقى الجريد دي فيري هيوج، وتبقى الفانكشن دي طبعا ما اقدرش احلها. بس في الكمبيوتر فيجن معظم الابلكيشن او الداتا بتعتمد قيمه الستيت بتعتمد على سمول نيبرهود، يعني كل بكسل بتعتمد على البكسل اللي جنبها او سمول نيبرهود. فبالتالي كل نود في الجراف بتتاثر بالنود اللي جنبها مباشره. في الحاله دي احنا بنتكلم على البير وايز كليك. الكليك ده اسمه كليك سي، تمام. في الحاله دي بنتكلم على الليرنينج. فالليرنينج موديل هو نفسه مينيمايزنج ذا كوست، هو نفسه انرجي مينيمايزيشن، خلاص. لان في النهايه الليرنينج عايز ايه؟ في الليرنينج عايز يزود البروبابيلتي بقدر الامكان. واحد عايز بس فاكتور، لان عشان دي تبقى probability distribution لازم زي ما قلنا في شروط، ان الانتجريشن بتاعي من minus infinity to plus infinity لازم يكون واحد، خلاص. الاسم تاني من الجريد دي من الحاجات اللي بنسمعها في الكمبيوتر فيجن والحقيقه بتخض شويه، اسمها ماركوف راندوم فيلد. ماركوف راندوم فيلد ماركوف ليه؟ لان الستيت بتعتمد على اسمه نيبرهود. راندوم لان راندوم فاريبلز بسميها، فده اسمها ماركوف راندوم فيلد، خلاص. فالموديل بتاعي اجين هو الجوينت بروبابيلتي بتوين دبليو اند اكس، عباره عن جزء دبليو بس اللي هو سموثينج تيرم، والجزء الثاني بيعتمد على دبليو واكس، ده بنسميه الداتا تيرم. او في الجراف هو اللينك بتوين اكس اند دبليو، اكس اند دبليو ده اللي هو ساي، وده دايركتد جراف. الجزء الثاني من الجراف اللي هو في الجريد ده ان دايركتد، وبيعتمد على دبليو بس. طبعا البروبابيلتي ال W given X تتناسب مع الـ joint probability، تمام؟ لأن الـ joint probability زي ما قلنا هي حاصل ضرب الكلام ده في probability of X، و X هنا data فثابتة بالنسبة لـ W، فأنا هستخدم الـ conditional probability أو الـ posterior probability of W given X بدل الـ Z هيبقى عند Z2، والحقيقة أنا مش مهتم إن أنا أحسب Z2، just scaling factor. ففي عندي حاصل جمع two terms، first one بيعتمد على طبعا هنا بتكلم على البير وايز ماركوف راندوم فيلد، ففي علاقه بين every two بيكسل every two بيكسلز. ففي الفانكشن دي بير وايز تيرم سموثنج تيرم، لانها بتعتمد على قد ايه الاوتبوت هيبقى سموث، قد ايه الاكس ان الدبليو ان والدبليو ان بيتفقوا مع بعض. الجزء الثاني داتا تيرم، قد ايه الاوبزرفيشن بيتفق مع الستيت. طيب ده بيتحل. انا في الاخر عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب كل بكسل من دول، عايز احدد في الصوره اللي فاتت مثلا البكسل دي كاو ولا جراس. في المثال اللي احنا شفناه في اول المحاضره البكسل دي هيومن ولا جراس ولا كاو ولا سكاي ولا اي اوبجكت في الكلاسز اللي انا بتعامل معاها. عشان اعمل بحل مينيمايزيشن بروبلم للتو فانكشن دولز، في الجوريزم مشهور اسمه جرافيكال كات الجوريزم، ده واحد من الالجوريزم المشهوره جدا في الكمبيوتر فيجن، بيعمل اوبتمايزيشن دي وبيطلع لي دبليو ان دبليو 1 دبليو 2 دبليو، او بيجيب لي سوليوشن. اعتقد دي اخر سلايد. في حد عنده سؤال في جزء الموديل فور جريدز ماركوف راندوم فيلد؟
طبعا بس هقول الكتب اللي تقدر تقرا عن الموضوع بشكل مفصل. مفيش اسئله حنون على السلايد اللي بعدها. طبعا الكلام اللي انا قلته جراف كات بقدر احل بيها الستيريو فيجن بروبلم، والحقيقه الاوتبوت بتاع الجراف كات الجوريزم از ذا بيست ان ذا ليتريتشر. لو انا قارنت بين الاوتبوت الجبس انفورميشن اللي طالعه من الجراف كات الجوريزم والجراوند تروث هلاقي الفرق بينهم صغير، يعني معناه ان الالجوريزم ده ديد فيري جود جوب. دي مجموعة من الكتب من خبرتي. اقول لو بس يبقى بنصحك بالكتاب الاولاني المعمول باللون الاحمر، Computer Vision Model Learning and Inference by Simon Prince. Simon Prince طلع الكتاب في 2011، بتاعت Computer Vision كرمه شويه، فالمؤلفين بتوع الكمبيوتر فيجن كتير منهم بيحط الكتب بتاعته بي دي اف فري بي دي اف على الويب سايت بتاعه مع امثله مع داتابيز. فده لو محتاج كتاب واحد بس يبقى هو الكتاب ده. الحقيقه الشرح معظم السلايدز انا عاملها من الكتاب ده. الكتاب ده هو بتاع الكمبيوتر فيجن اي نعم، بس هو بيعرض الماشين ليرنينج يمكن كمان احسن من كتب الماشين ليرنينج. ف فيري جود بوك، وزي ما قلت هو فري بي دي اف. لو الكتاب الثاني كتاب بريك زليسكي، ده في الستيت اوف ارت اوف ذا كمبيوتر فيجن الجوريزم، هتشوف فيه كل الالجوريزم بتاعت الكمبيوتر فيجن، شرح لمعظم الالجوريزمز، وبيشير للريفرنس طبعا اللي هي اب تو ديت لحد سنه 2010. ريك زليسكي حاطط الكتاب بتاعه على الويب سايت، فتقدر تنزله از بي دي اف. لو انت هتشتغل في الجيومتري، هتشتغل في الدبس في الاستيريو، الكتاب ده ما فيش غنى عنه، هو للاسف مش متاح بي دي اف ده، بس يعني فيري جود ريفرنس. لو انت مهتم بالماشين ليرنينج، في كتب كتير الماشين ليرنينج بعضها افيلبل بي دي اف وبعضها لا. الكتاب ده بتاع كريس بيشوب، ده كتاب متخصص في الماشين ليرنينج اند باتر ريكوجنيشن، كتاب مهم جدا. لو انت عايز تقرا عن الايمج بروسيسنج بشكل عام، طبعا الماشين فيجن دي تحتها لايرز كتيره، منهم الايمج بروسيسنج. الكتاب بتاع المونزاليس وودز ده كتاب كويس، بس لو انت مش هتقرا غير كتاب واحد يبقى عندك، يبقى انا بنصح بالكتاب ده. زي ما قلت الكوميونتي بتاعت الكمبيوتر فيجن بيعملوا حاجات كتير فري، فواحده من اهم التولز في الكمبيوتر، من اهم الاوبن سورس سوفت وير الاوبن سي في. الاوبن سي في ده اوبن سورس، واللايسنس بتاعته تقدر تستخدمها في الريسيرش وفي تبني بيها برودكت. يعني معنى انك انت لو عندك فكره عايز تعملها برودكت، ممكن تستخدم الاوبن سي في بشكل ليجل، ومفيش هيبقى فيه اي مشكله. طبعا ده لحد ما يعتبر ستاندرد دلوقتي، كل الناس بتاعت الكمبيوتر فيجن بتشتغل بيه، كل الشركات الصغيره بتشتغل بيه. طبعا في ماتلاب، لو عملت سيرش على ماتلاب هتلاقي اماكن كتيره فيها ماتلاب كود للكمبيوتر فيجن. بس من الحاجات القويه او المفيده جدا الجزء ده بتاع الجيومتري، ده اللي هو مع كتاب ديسرمان. ده هتلاقي فيه ماتلاب تول باكس للجيومتري، هاو تو كالبريت الكاميرا، هاو تو دو ستيريو اند اول ذيس ستاف. وفي التالت اللي هو بيتر، عنده ماتلاب فانكشن فور كمبيوتر فيجن اند ايمج اناليسيس، دي هتكون مفيده جدا برضه. الحاجه الاخيره ان لو انت هتشتغل، لو انت عندك كونكت او متاح انك تستخدمه، في مايكروسوفت عامله ريليس للويندوز للكونكت، ويندوز اس دي كي فور سوري اس دي كي فور ويندوز، ودي ممكن تشتغل في كوميرشال ونون كوميرشال از ويل. فانت بتوصل الكونكت على البي سي بتاعك وبتنزل الاس دي كي، وتقدر تبني على طول السوفت وير او الفكره اللي انت عندك. طيب انا كده خلصت الجزء بتاع المحاضره. كان دكتور خالد طلب مني اتكلم عن المسابقه. احنا مجموعة قبل ما في وائل بيسأل
اسامي الكتب، لو اسامي الكتب هو ان شاء الله خالد هيحط البي دي اف بتاعت البرزنتيشن ده على الويب سايت. اسماء الكتب لو انت رجعت للصفحه اللي فاتت، لو عملت سيرش على سايمون برينس كمبيوتر فيجن بوك هيظهر لك على طول الويب سايت بتاعه. هو عامل الويب سايت كويس، في البي دي اف، في محاضره سلايدز لو انت عايز تقرا، عايز تبص على الباوربوينت، وفي داتا واكزامبلز. الكتاب كله على بعضه موجود بي دي اف. هو الكتاب الاولاني جاست اكتب الكلام ده على جوجل او بينج او ايفر سيرش انجن اللي انت بتستخدمها، هتدي هيوصلك للكتاب. الكتاب الثاني ريكزيليسكي نفس الكلام موجود بي دي اف. الكتب الباقيه دي مش موجوده بي دي اف للاسف. طيب قبل ما بالنسبه للسوفت وير، يعني لو في حد من الناس اللي تسمع النهارده حاسس ان المواضيع صعبه، ممكن تدخل على الاوبن سي في تنزله على الجهاز بتاعك. ده بيشتغل، بتنزل السورس كود وهو اوبن سورس، بيشتغل على اي اوبريتنج سيستم. ان فاكت بتقدر تنزله حتى على الموبايل لو انت بتعمل قبل للتليفون وكده. ممكن تجربه، تجرب الاكزامبل اللي فيه وتشوف، هتتعلم طبعا حاجات كتير من الاوبن سي في نفسه. خلاص طيب، المسابقة مجموعة علماء مصر ووعي عاملين مسابقة. المسابقات الهدف منها طبعا الجوائز ما هيش كبيرة قوي، احنا المجموعة كلها مبنية على العمل التطوعي فالعمل التطوعي فالمسابقة الجائزة مش كبيرة قوي، ولكن الهدف منها ان احنا نحفز الناس انها تعمل مجهود وتقرا في مجالات مختلفه. المسابقه الاولى خاصه بالكمبيوتر فيجن اسمها ابصار. لو انت بتعرف اي لغه برمجه، وده متهيألي سهله، ريكويرمنت سهل لكل الناس، لو انت تعرف يعني ايه كمبيوتر فيجن، او محاضره النهارده ساعدتك تتعلم حاجه بسيطه عن الكمبيوتر فيجن، حتى لو انت مش عارف كتير عن الكمبيوتر فيجن بس تقدر تستخدم الاوبن سي في. اوكي، لو انت عندك فكره بس تكون بتحل بيها مشكله معينه وموجوده في المجتمع بتاعك، بتستخدم فيها تقنيه ال 3 دي كمبيوتر فيجن، ممكن تقدم في المسابقه دي وممكن تكسب الجائزه اللي احنا حاطينها. الجائزه عباره عن مايكروسوفت كونكت. للي ما يعرفش مايكروسوفت كونكت ده جهاز كاميرا بتديك ديبث انفورميشن وبتديك كلر انفورميشن، بتقدر توصلها على البي سي زي اي كاميرا، وبتقدر مع وجود المايكروسوفت اس دي كي كونكت اس دي كي، فيها امثله وفيها ابلكيشن كتير تقدر جاست انك انت ترايزم وتبني عليها ابلكيشن اللي انت عايزه. ايه الشروط؟ الشروط مش قدامي دلوقتي، بس لو خالد لو سمحت، لو انا نسيت شرط بقى فكرني بيه. انا كنت متخيل ان هتضيف البي دي اف بتاع المسابقه، بس انا هقول من دماغي لو في شرط نسيته يا دكتور خالد يبقى اكد عليه. الشرط الاولاني ان يكون انك انت بتعمل فريق من 1 لـ5 افراد، بتبعت لنا اسماء الناس اللي معاك في الفريق وتخصص كل واحد. الشرط الثاني ان يكون كل الناس الواحد او الخمسه دول يكونوا مقيمين بالكامل في مصر. الشرط الثالث ان المشكله تكون الفكره تكون فكره مبتكره. الشرط الرابع ان بتكون بتحل مشكله باستخدام 3 دي كمبيوتر فيجن. طبعا احنا هنديك كاميرا، اللي هيفوز هياخد كاميرا 3 دي كاميرا، فبالتالي لازم تكون المشكله اللي هيحلها. دكتور خالد حط اللينك بتاع البي دي اف لو انت بتحب تقراه بكل الشروط. فانت هتبعت لنا فكره تقريبا في صفحه توصف فيها انا هحاول احل مشكله سين، والمشكله سين دي هحلها بالاسلوب 1 2 3 4، وهتبعت لنا الافكار تقريبا اخر ميعاد للتقديم هو 15 يونيو. هتبعت لنا الفكره بس وهتعملها ازاي، واللينك الايميل اللي هتبعت عليه اللي هو info@egyptscholar.org. وبعدين هنقيم الافكار دي ونختار افضل 3 من الناس اللي هتقدم تقريبا بميعاد
في نهايه في اول يوليو 1 يوليو هنختار افضل 3 افكار وصلت لنا، وبعدين هنسالكم، هنسال كل الناس اللي بيتابعوا ايجيبت سكولر على الفيسبوك او على الويب سايت بتاعهم، هنسال الناس يا ترى يختاروا او يعملوا تصويت على افضل فكره من الثلاث افكار دول. يبقى اللي هتفوز في النهايه تقريبا في نص شهر يوليو هنديها مايكروسوفت كونكت. الجائزه المتاحه دلوقتي جهاز واحد بس، هنحاول نزود عدد الكاميرات، ندي فرصه اكتر للناس انها تفوز. بعد ما هتقدم لنا الفكره، والفريق اللي هيفوز بالكاميرا هيشتغل في الفكره دي خلال شهور الصيف، وفي نهايه شهور الصيف هيبعت لنا تقرير على ايه اللي عمله والفكره ونفذها ازاي، عمل ايه وباقي ايه. ممكن ان شاء الله كمان يدينا توك على برنامج واعي يقول لنا ايه المشكله اللي حلها وحلها ازاي. وقتها جايز يكون في مكافآت اضافيه حسب اللي هيبقى متاح في نهايه شهور الصيف ان شاء الله. بس انا خلصت الكلام يا دكتور خالد. بحب اشكر الناس اللي حضرت معانا المحاضره، واتمنى ان المحاضره تكون مفيده. انا عارف ان الصوت كان فيه شويه مشاكل طول الوقت، بس معلش بقى، فاتمنى تكونوا استفدتوا. ولو في اسئله اتفضل. الناس اللي حضرت معانا المحاضرة، وأتمنى إن المحاضرة تكون مفيدة. أنا عارف إن الصوت كان فيه شوية مشاكل طول الوقت، بس معلش بقى، فأتمنى تكونوا استفدتوا. ولو في أسئلة اتفضل. طيب شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم. أكيد المحاضرة بصراحة أنا شايفها دسمة ومليئة بالمعلومات، وحابين كده إن شاء الله أمام الجمهور الحضور إن إحنا ندبسك في محاضرة كفولو أب، بس إن شاء الله نشوف بقى واقع الناس على المسابقة إن شاء الله. هو زي ما قال دكتور عبد الرحيم، في هتبقى في زي مسابقة، الشروط موجودة في البي دي اف فايل. أي حاجة ليها علاقة بالمحاضرة بعد كده أو أسئلة عن المسابقة أو أنت بتدور على تيم ومش لاقي، بس هتعمل بوست على صفحة الإيفنت نفسها، وإن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة بتاعتكم. المحاضرة طبعا مسجلة، فممكن ترجع لأي حاجة. طيب احنا بس نبدأ ناخد الأسئلة بالصوت. أنا سامعك. الأول مروان حسين، بعمل لك انيبل للمايك، ممكن حضرتك تسأل. المايك مع حضرتك. طب حضرتك سامعني كده ولا ايه؟ هو استأذنك أنا دكتور سامعك. عبد الرحيم تعمل ميوت للمايك لو مش بتتكلم. اتفضل يا مروان. طيب انت سامعني كده كويس؟ ايوه تمام. طيب انا كان حضرتك ليه سؤال دكتور عبد الرحيم في الجزء اللي هو بتاع الهيدن ماركوف موديل. يعني انا لاحظت حاجه اللي هو يعني قبل الهيدن ماركوف موديل كانت الكلاس يعني كانت بتتعامل ان هي راندوم فاريبل عادي، لكن بعد الهيدن ماركوف موديل انا حسيت ان مش متاكد اذا كان الانالوج دي صح ولا لا، بس انا حسيت ان في الحته بتاعت الهيدن ماركوف موديل احنا بنتعامل مع الكلاس على انها راندوم بروسيس مش راندوم فاريبل. يعني خاصه لما جينا اتكلمنا بقى على الديبندنس بين بتوين الكلاسز بتاعت ايتش اوبجكت، لو هنتكلم مثلا في حاله البيكسلز، عشان خاطر يعني في الحاله الثانيه بتاعت الهيدن ماركوف موديل الكلاس بتاعت اي اوبجكت مش ما تقدرش تبقى سيبريتد من الكونتكست اللي حواليها. يعني مثلا في حاجه زي في الايدج كلاسيفيكيشن في اللي هي او الليرنينج العادي، انا كنت اللي انا فاهمه ان دي مثلا الكلاسز بتاعت السكسيسيف اوبجكتس، مثلا لو انا عندي مثلا دخلت كذا كيس ومثلا كانت الكيس الاولاني يانج وبعدين اولد وبعدين اولد وبعدين يانج، هنا ما اقدرش اقول ان في ديبندنس بين كل كيس واللي بعديها، هيبقى ديبندنس بس على الفيتشرز بتاعت كل كيس، لكن ما فيش علاقه بين ان مثلا الكيس اللي دخلت دي اولد فالكيس اللي بعديها هتبقى البروبابيلتي دي تبقى اولد او يانج معتمده عليها.
بينما مثلا في حاله زي الليبلنج بتاع البيكسلز اللي حضرتك اتكلمت عليها، لا ده هنا الكلاسز بتاعت السكسسيف اوبجكتس، يعني مثلا عندي بيكسل كانت الكلاس بتاعتها باك جراوند، والبيكسل الثانيه كانت اللي بعديها كانت الكلاس بتاعتها باك جراوند، فهنا الكلاسز بس يعني او الديسيجن بتاع اللي هاخده على البيكسل ده مش معتمد بس على الفيتشرز زي اللي هي الانتنسيتي اللي هي بس، كمان معتمده على الاوبجكتس اللي معاها او الاوبجكتس اللي حواليها في النيبر هود. فهل عشان كده بدل ما بتعامل معاها لانها راندوم فاريبل خليتها راندوم بروسيس، هل دي ده الكونسبت بتاع الهيدن ماركوف مودلز او الهيدن او الراندوم فيلدز ماركوف راندوم فيلدز؟ دكتور عبد الرحيم اتفضل الاجابه، وممكن مروان بس تعمل ميوت عشان الصدى بس. طيب خلاص انا ميوت. طيب دكتور عبد الرحيم تعمل ان ميوت وتجاوب على السؤال. تاني ثانية واحدة بس، هو واضح ان الدكتور عبد الحليم خرج اوف لاين وهيرجع تاني دلوقتي. هو بس هستأذنك مروان تعمل ميوت للمايك من العلامة الزرقاء كده، ممكن تدوس عليها تعمل ميوت. ايوه كده تمام. دكتور عبد الرحيم هل سمعت السؤال بتاع مروان؟ حصل عندي مشكلة وقفلت، بس كنت بحاول أجاوب فقفل البرنامج ما استجابش، فاضطريت أدخل أقفل وأفتح تاني. معلش أنا متأسف. صحيح يا طيب مروان، مش اتفضل كده؟ الأوبزرفيشن اللي أنت قلته صح، إن في الجزء الأولاني كنا بناخد طبعا وقت المحاضرة ما يسمحش إن نتعرض لكل حاجة، بس في الجزء الأولاني كنا بعتبر كل نقطة قائمة بذاتها، كل بيكسل في الصورة ما بتعتمدش على اللي حواليها. يعني في السكان ديتكشن أبليكيشن اللي احنا شفناه في الأول، كنت باخد كل بيكسل كأنها منفردة ما فيش أي حاجة حواليها، تمام؟ في الجزء الثاني من المحاضرة بعد ما دخلنا في الجرافيكال موديل، كنا بناخد كل بيكسل بتعتمد على كمان على النيبرهود بتاعها، تمام؟ فعشان البروبلم بقت اصعب، بس لان انا عرفت انذر دايمنشن البروبلم بتاعتي، بس الحل بتاع البروبلم هيبقى افضل كتير. طبعا المثال اللي احنا قلناه بتاع السكان، انا ممكن احصل على نتيجه افضل لو انا حولت الكلام ده لنفس الفكره واستخدمت الجرافيكال موديل. يعني بدل ما انا بعمل كل بيكسل سكان نون سكان بس بالنظر للكلر انفورميشن بس، لا انا كمان هدخل واستخدم النيبرهود. في معظم الكمبيوتر فيجن بستخدم يا اما البيكسل بس عشان اجيب ابلكيشن سريع، اعمل ابلكيشن اسرع، او لو كانت الدقه اللي بوصل ليها دقه كويسه فبهمل النيبرهود. لكن في المشاكل الاصعب لازم اضطر استخدم النيبرهود. معظم الالجوريزم بتستخدم جاست سمول بيكسل اراوند اتش بيكسل سمول نيبر هود. في الجوريزم جديده بتستخدم كمان انذر لاير، يعني في السيجمنتيشن مثلا، المثال اللي احنا شفناه كاو ولا جراس،
فبيبص الكالر انفورميشن بتاعت البكسل، بيبص للكالر انفورميشن بتاعت البكسل اللي حوالين البكسل دي. في الجوريزم تاني بيعمل لاير اضافيه، بيبص على الكلاسز، بيبص على الكلاس الكبيره دي كاو والكلاس اللي جنبها او فيري بيج باتشز اوف بيكسلز، هل هم دول كاو ولا جراس؟ فمش بيبص للسمول نيبر هود، بيكبر الرينج اللي هو بيدور فيه. ده بقى على السؤال بتاعك مروان كده. السؤال رد عليه. كده يعني الـ يعني ده اكد لي الـ اكد لي المفهوم اللي كان في دماغي. اصلا انا حاليا دلوقتي شغال في الـ يعني سيجمنتيشن، يعني قدامي بروبلم دلوقتي بقرا فيها ايه السيجمنتيشن بتاعه البرين ماجنتيك ريزونانس ايمجز، بس بتاعه اللي هي نيو بورن. فدي بقى كان يعني هي كانت سيجمنتيشن بروبلم بس معقده قوي، فعشان كده كنت عايز ايه يعني بالنسبه لي المحاضره دي كانت مفيده، وموضوع ان هو بقى يتكلم على السموثنس تيرم، وان هو بقى يتكلم على الحاجات اللي فيها ايه السبيشال ريليشن شيبس دي، بالنسبه لي فعلا تبقى حاجه يعني اعتقد ان انا هبص في الاتجاه ده، فدي حاجه مفيده. فبشكر الدكتور عبد الرحيم. طيب شكرا. طيب احنا ناخد احمد الشيخ، انت المفروض معاك المايك، بس لو تعمل له انميوت هنسمع الصوت. لحظة يا دكتور خالد. ايوه، مين اللي بيتكلم؟ دكتور خالد، انا عبد الرحيم. طيب لا، في احمد الشيخ ممكن تتكلم، اتفضل. ايوه يا فندم، اتفضل سامعك. احمد الشيخ انت عملت ميوت تاني للمايك، فاعمل له ان ميوت وتتكلم. ايوه كده تمام، اتفضل. اوكي كده اوكي. المسابقة، بس السؤال حضرتك في المسابقة يا دكتور لو سمحت، بخلاف الجائزة وبخلاف الكونكت وبخلاف كل ده، هل أنا ممكن أقدم الفكرة وحضرتك يعني تساعدني إن أنا أحط رجلي على البيت العلم اللي هيساعدني في تنفيذ الفكرة بتاعتي؟ يعني تقصد هل هيبقى فيه منتورنج مش كده؟ في إشراف على الفكرة أو توجيه معين؟ يعني تكنيكال سبورت تقريبا يعني. طيب دكتور عبد الرحيم هو أحسن واحد. توجيه في تنفيذ الفكرة أو في بداية العلم. طيب شكرا على الفكرة. اتفضل يا دكتور عبد الرحيم. هو للأسف احنا ما عندناش كم يسمح ان احنا او ناس تعمل مونترنج للأفكار كلها، بس انت لو انت كنت من الثلاثه اللي في الاخر او الفريق اللي هيفوز ممكن نديك هنتس. لازم تراعي طبعا ان احنا شغالين في شركات، ففي كونفليكت اوف انترست بين الشغل بتاعنا، يعني ما اقدرش اشتغل معاك بشكل رسمي في حاجه من انت بتعملها. يعني انا لو انا شغال في الجامعه كان ممكن تبقى الامور اسهل. بس هنديك طبعا بعض النصائح العامه، لكن مش هنقدر نعمل الامبلمنتيشن معاك، مش هنقدر ندخل نبقى انفولفد، او انا عن نفسي مش هقدر ابقى انفولفد معاك. بس ممكن لو انت وصلت للمراحل النهائيه ممكن نحاول نساعدك بشكل او باخر. المراحل النهائية ممكن نحاول نساعدك بشكل أو بآخر. طيب عندك سؤال تاني يا أحمد؟
طب احنا كده ناخد سؤال من ايجد. ايجد معاك المايك، مش عارف ايجد ده الاسم، ممكن تعرفنا بنفسك وتتفضل تسأل. احنا انا في صوت كده اه ولا كده في صوت، اتفضل. طيب، السلام عليكم. أنا مهندس أحمد، شغال في ألمانيا، كنت باحث في الجامعة هنا، وحاليا دلوقتي شغال مع شركة في سيمنز، يعني جنب سيمنز. المحاضرة كانت very interesting أوي يا دكتور. كنت شغال أنا في الكمبيوتر فيجن شوية، بس أنا أصلا مهندس إلكترونكس. كنت حابب أسأل الدكتور حاجة، بس كنت شغال فيها، بس كانت كومبلكس يعني في شغل قبل كده، وكنت كان يعني كان نفسي اعرف السولوشنز بتاعت البروبلم دي ايه، وينفع يعني اتفضل. اسال ولا؟ اوكي. كنت شغال في الدروب تراكنج قبل كده يا دكتور، فكان في وقفنا في مشكلة الاكلوجن. كان في اكلوجن، كنا شغالين بثيرمال كاميرا، وبعد كده كنا بنحاول نعمل الكلام ده في على هيئة جيمز، بحيث ان احنا نقدر نبروجكت على الارض مثلا جيم وكده، ونستخدم نتراك البيب يعني الناس على اساس ان هم بلوبس. فكان في مشكلة جامدة قوي، اللي هي لما يكون مثلا طفلين مع بعض بينتراكت مع بعض، فكنا كانت المشكلة لما يجي نجيب الكونتورز والكلام ده كان الايديز بتروح. فمهم قعدنا نفكر، يعني مهم يعني انا ما قدرتش بصراحة ان انا اجيب حل للكلام ده، ووقفنا عن الوضع ده. في ناس كلمنا، ناس قعدوا يقولوا لنا كلمة فلتر مش عارف ايه والكلام ده، بس انا للاسف بالنسبة لي انا اصلا ما قدرتش اجيب سولوشن يعني. فلو عند حضرتك ايديا مثلا، هل اصلا البروبلم دي صعبة؟ كنت بس عايز ايفالويت ماي سيلف، البروبلم دي اصلا صعبه ولا سهله، ان انا اقدر اعرف ان كان في كولوجن بين تو اوبجكتس ولا لا يعني. تاني حاجه، كان عندي فكره من سنه 2000 من سنه 2010 عن الكاينكت. كان نفسي بصراحه يبقى في مايكروسوفت مثلا، يبقى في حاجه تديتكت الصلاه يعني، نعرف من الاوبجكت نفسه لما خدنا الموديل منه في بالكاينكت وكده، نقدر نعرف نميز هل هو دلوقتي بيقدر يوطي ولا مش بيوطي ولا الكلام ده. الكونتكست ده انا بس مش عارف بصراحة هو في انهي موضوع، هل ده كمبيوتر فيجن ولا ايمج بروسيسنج ولا انهي موضوع يعني. حاولت كونتاكت واحد من مايكروسوفت ريسيرش كامبريدج، بس للاسف ما كانش فيه اي ريسبونس يعني. انا عايز اعرف برضه حضرتك ده الكونتكست يعني، الكونتكست ده هل ده كمبيوتر فيجن ولا انا كونتكست اصلا، ولا جرافيكس بروجرامينج ولا. شكرا. طيب، شكرا يا احمد. اتفضل يا دكتور. شكرا احمد على سؤالك. انت السؤال الاولاني انا كنت سامعه وفاهمه كويس، اللي هو الاوكلوجن، صح؟ بالنسبه للاوكلوجن دي مشكله صعبه، يعني انت طبيعي انك انت تبقى انك انت تواجه المشكله دي وتحلها. يعني معظم كتير من الكمبيوتر فيجن الجوازم كانوا بيحاولوا يحلوا المشاكل دي. لو انت فاكر في اول اكزامبل اللي اديته في المحاضره، كان ازاي بعمل ديتكت او ريكوجنايز الرقم 4. فكانت الناس بتحاول تحل المشكله دي بنفس اسلوب التفكير، ان هو يحط شويه رولز واف ستيتمنت وفي الاخر بتفشل. الماشين ليرنينج جت وحلت كتير من المشاكل دي. الماشين ليرنينج بتسمح لك، طبعا لو في اكلوجن، عشان اوضح للناس، اكلوجن معناه ان في حاجه متداريه ورا حاجه. طبعا الكمبيوتر فيجن طبيعي يكون معتمد على الفيجوال داتا. انا شايف مثلا طفلين بيلعبوا، شايف الطفل الاولاني والطفل الثاني شايف جزء منه، او عندي فريم، في فريم من الفريمز الطفل الثاني هيختفي تماما ورا الطفل الاولاني. بس انا المفروض بعمل تراكنج للاثنين دول، ف over the time I have to keep them and track them and keep their identification or IDs. فهي المشكله مشكله صعبه. الحل بتاعها انك تستخدم الماشين ليرنينج. تستخدم الماشين ليرنينج ازاي؟ الكلمن فلتر اللي احنا ده اسلوب
الماشين اللاب. الكلام الفلتر هو التشين، هو شبه التشين دي اللي قدامك لو انت شايف السلايدز دلوقتي. هيدن ماركوف موديل التشين دي عباره عن دبليو واكس. الفرق بين الهيدن ماركوف موديل والكلام فلتر بالنسبه من وجهه نظر الماشين ليرنينج هو بس ان الدبليو في حاله الكلام فلتر دي كونتينوس، يعني البوزيشن بتاع البلاير الاولاني والبوزيشن بتاع البلاير الثاني ده حاجه بوزيشن مكان، فبالتالي هو كونتينوس فاريبل، اتس نوت ا ديسكريت فاريبل. في المثال اللي احنا شفناه في الساين لانجوج كانت الدبليو عباره عن ساين 1 ساين 2 ساين 3، فدي كانت ديسكريت ستيت. كلام فلتر از كونتينوس فاريبل. ففي الكتاب اللي انا بشير بتاع سيمون برينس هتلاقي في شابتر كامل كمان فلتر وازاي بعمل تراكنج. هو الكلوجر ما لهاش حل تاني غير ان انا استخدم تراكنج، استخدم حاجه زي كمان فلتر او حاجه شبيهه بكده. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني انا ما سمعتوش كويس او ما فهمتوش كويس، ممكن اسالك بس تعيده بشكل مختصر، ايه بالظبط اللي كانت المشكله اللي انت كنت عايز تحلها؟ خلينا صح تديني المايك وانا هقفل الحمل مثل الصوت عنك. اه معاك، اتفضل اتفضل. الكاينكت، الكاينكت اللي هو الجهاز اللي هو المايكروسوفت مطلعه او او سوني مثلا، كان عندي فكره اديتكت السكيلتون بتاع بتاع الطفل مثلا. كنت عايز اعرف ازاي مثلا الطفل ده، اعرف عايز اعرف ان هو ازاي وطى او عمل التوطية صح، في الركوع صح او سجد صح. فده في علم ايه يعني؟ انا ما اعرفش، انا اصلا مش كمبيوتر ساينس، انا الكترونيك انجينير، مهندس الكترونيات. فكنت عايز اعرف ده في علم ايه، ده كمبيوتر فيجن ولا ايمج بروسيسنج؟ لان انا كلمت حد في مايكروسوفت كامبريدج وما ما اداليش يعني كنت نفسي اعمل الموضوع ده. فهل انا طريق ده اني طريق يعني، وهل ان انا الكترونكس انجينير صعب ان انا اكمل في كمبيوتر فيجن ولا عادي يعني؟ في الكتريكال انجينيرز عادي بيكملوا في الكمبيوتر فيجن. كمبيوتر فيجن يعني ان انا اقدر اديتكت السكيلتون، لا ان انا اعرف ان هو بيوطي ولا ما بيوطيش، يعني هو ركع صح ولا ما ركعش صح، ان هو حاطط ايده على ايد على صدره صح ولا غلط. هل ده كمبيوتر فيجن؟ كل ده كمبيوتر فيجن حتى لو 3 دي صح؟ اوكي. هو ده كمبيوتر فيجن. انت مش محتاج كتير عشان تنفذ اللي انت بتقوله. هو كل اللي انت بتقوله ده متاح فور فري، بس يكون عندك السنسور، عندك كونكت مع الويندوز اس دي كي. الكونكت اس دي كي هتشتري بس الكونكت الاس دي كي فري، تقدر تنزلها. الكونكت اس دي كي بتسمح لك تعمل تراكنج للبادي جوينتس، يعني تقدر تقول لي فين الايد، فين الرجل، فين الشولدر، فين الهيد، كل حته في الجسم موجوده. تمام. هو طبعا مش هيقول لك هو بيوطي لا، بس هو هيقول لك الجوينت دي مكانها فين. فانت ممكن تبني لير على الكلام ده، تقول لو كانت مثلا الجوينت بتاعت الهيد الراس في نفس المستوى بتاع الظهر بشكل افقي، وزائد الرجلين وضعهم راسي، يبقى ده وضع مثلا ركوع صحيح. وهكذا ممكن تبني الرولز بتاعتك. ده اسلوب تفكير. فانت مش محتاج حاجه غير كونكت الهاردوير كونكت، محتاج الاس دي كي، محتاج الاوبن سي في، هيسهل لك حاجات كتير. كل الحاجات دي فري ما عدا الكونكت. هتتعلمه لو انت عندك بتعرف تبرمج سي بلس بلس او اي حاجه، لا اي بروجرام لانجوج قريبه، فده ات ويل بي ان شاء الله فيري سمبل يعني. ده الحل الاولاني. لو انت حليت لو انت عملت الالجوريزم ده بشكل كويس هيبقى سهل انك تبنيه. عشان تعمله احسن
تستخدم ماشين ليرنينج. يعني بدل ما انت تحط رولز تقول السجود هو خط افقي وخط راسي، الظهر افقي والرجلين راسي، فدي هتبقى اف ستيتمنت، وهتقول لو الجوينت شكله كذا. ده الحل السهل اللي انت ممكن تعمله خلال، ممكن اقول لك ممكن تعمله خلال اسبوع مثلا. ممكن تطلع اللي انت بتقول عليه ده في خلال اسبوع، لو انت عندك الكونكت زي السوفت وير نزلته خلال اسبوع تقدر تبني السيستم ده. لو انت عايز تحول الكلام ده لبرودكت يبقى لازم تستخدم مور اوف ماشين ليرنينج. يعني بدل ما انت هتحط رولز، لا انت هتليرن ذا رولز. فممكن تبني موديل مثلا الجوينت بيتحركوا بشكل ازاي، وتعمل ريكوجنيشن الانبوت هيبقى بتاعك البوزيشن بتاع الجوينتس، والاوتبوت بتاعك ركوع سجود قيام جلوس، ده هيبقى الاوتبوت بتاعك. الاوتبوت تقدر تبنيه كاتيجوريكال ديستريبيوشن، والانبوت تقدر توصفه انه مثلا نورمال ديستريبيوشن هي ذات سيت. ده هياخد منك وقت اطول، هتحتاج تعمل كوليكشن لوت اوف داتا تو بيلد ماشين ليرنينج. بس لو انت عايز تبني سيستم في الفيرجن البسيط ده هياخد معاك اسبوع او اسبوعين بالكثير، لو انت عندك بتعرف برمجه طبعا. شكرا على السؤال والإجابة. لو حد يا جماعة عنده أسئلة ممكن سؤال بيسأله من can I use normal webcam camera to perform stereo correspondence or the camera must have. طبعا ممكن تقدر تستخدم طبعا ممكن تقدر تستخدم الويب كام او حتى الكاميرا اللي في التليفون. هو دلوقتي الكمبيوتر فيجن الهاردوير بتاع الكمبيوتر فيجن بي سهل، كل الناس عندها كام، كل الناس عندها موبايل فون بكاميرا، فتقدر تبني سيستم بيعمل ستيريو كورسبوندنس. الستيريو كورسبوندنس عشان نكون واضحين مش هيديك فول او ريتش كورسبوندنس، مش هيديك فيري جود ديبس، هيديك ات سام بوينت يو ويل هاف ذا ديبس بس مش هيبقى كونتينوس، مش هتقدر تجيب ديبس بتاع كل الكورس، لان هو الستيريو كورسبوندنس لازم تكون انت عارف ان هو بيعتمد على الفيتشرز. فلو انت عندك جزء من السين اللي انت بتشوفه ممكن تلاقيها على صفحه اي فيتشرز، يعني لو بتبص على مثلا جزء سطح ترابيزه ما فيهوش اي الوان مش هتعرف تجيب الدبس غير للكورنر بتاع الترابيزه دول، لان ما فيش عندك فيتشر. بس طبعا ممكن تستخدم سؤالك اللي جاوب لسؤالك، ممكن تستخدم اي كام، انت مش محتاج غير واحده، ممكن واحده بس وتحركها وتاخد صورتين. وطبعا قبل كده بتبقى محتاج قبل ما تعمل ستيريو محتاج تعمل كالبريشن للكاميرا، كالبريشن وبعدين تعمل ستيريو. الحاجتين دول موجودين في الاوبن سي في، فانت بس مجرد انك انت تاخد صورتين تدخلهم على الاوبن سي في. طبعا في الاول هتعمل كالبريشن، بعد ما تعمل كالبريشن تاخد الصورتين تدخلهم الاوبن سي في، يطلع لك على طول الديبس او الاستيريو الكونستراكشن.
طيب هو في علي الكحكي، انا بحاول اديك المايك بس انا مش عارف انت قبلت الكنترول بتاع الصوت. هو راح اوف لاين. لا ما راحش اوف لاين. انا بحاول اديك المايك بس مش عارف الميكروفون عندك شغال ولا لا، او الابل في السيتنجز عملت انيبل. هو معاك حاليا، اتفضل. انا عندي سؤال عن الفيتشر بتاع الكمبيوتر فيجن ابلكيشنز اللي احنا بنشوفها دلوقتي. هل الدنيا الكونتريبيوشن اللي احنا مستنيينه ان هو يبقى اكتر، ان احنا نديفلوب ماشين ليرنينج مودلز مور سوفيستيكيتد اند مور ستراكشر، ولا ان احنا هنديفلوب مور سوفيستيكيتد فيتشرز عشان تشتغل بالسمبل ماشين ليرنينج مودلز اللي معانا دلوقتي؟ دكتور في رأيك، هو شايف الدنيا رايحة فين؟ ايه اللي هيجيب مور performance gain في الوقت اللي جاي؟ وايه هو الأقرب ان الناس يشتغل فيه دلوقتي؟ كلمة عن الفيتشر، الفيتشر ده في ناس كتير بي. ممكن تعمل ميوت عشان الصلاة. طبعا في ناس كتير جدا في الكوميونتي بيشتغلوا في الفيتشر، بس هو مجرد ان هو ياخد الابلكيشن ويطلع لي ايه الفيتشر المناسبه اللي انا استخدمها. يعني في الميديكال ابلكيشن ايه الفيتشر اللي انا ممكن استخدمها؟ هل استخدم الايدج انفورميشن، ولا استخدم حاجه زي السيفت، ولا هستخدم حاجه زي جاست الكلر انفورميشن احطهم في بعض؟ طبعا كل ما يكون عندي فيتشر حقيقيه بتعبر عن المشكله بتاعتي، كل ما الحل بتاع الكمبيوتر فيجن هيبقى اسهل. الكمبيوتر الماشين ليرنينج دي ناحيه ثانيه، يعني الماشين ليرنينج الانبوت بتاعها بيبقى فيتشر، فكل الفيتشر دي ما تبقى discriminative feature، الفيتشر بتعبر عن السيتويشن، يعني سكين ونون سكين، هل استخدم الكالر انفورميشن ار جي بي، ولا احول الكالر لجراي سكيل ايمج، ولا استخدم انذر كالر سبيس. ده سؤال بيجاوبه بتوع الفيتشرز، بيقول لي مثلا السكين الفيتشر دي احسن من الفيتشر دي. المشين ليرنينج بتاخد الفيتشر دي وبتتعلمها. فزي ما قلت، كل ما يكون الفيتشر اقرب للمشكله ومور ديسكريمينيتيف بيبقى احسن. طبعا ده مش بيتوفر في كل الابلكيشن، فدي ميزه الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج بيسمح لك شويه بالانسرتينتي، زي ما قلنا في الاول انا عندي امبيجوتي في الداتا وعندي انسرتينتي وعندي نويز، فالامبيجوتي دول والنويز الى حد ما لو انت ما استخدمتش الماشين ليرنينج الاوتبوت بتاعك هيبقى مش مظبوط، لكن لو استخدمت الماشين ليرنينج، لانك الماشين ليرنينج في النهايه بتتعلم من الواقع، بتتعلم من السامبلز او الاكزامبلز اللي انت بتاخدها. فلو انت عندك تريننج سامبلز كتير، حتى لو الفيتشر مش قويه جدا، بيبقى الحل بتاعك افضل. انا نصيحتي لو انا مكانك وعايز او بحدد اذا كنت حامل ريسيرش في الكمبيوتر فيجن، فاشتغل في الفيتشر ولا اشتغل في المودلز والجزء بتاع الماشين ليرنينج، انا لا افضل، انا عن نفسي افضل انك انت تشتغل في جزء المودلز. ليه؟ لان الفيتشرز في ناس كتير في الفيلد اشتغلت فيها وطلعت فيتشرز كويسه جدا، فاوريدي متاحه، فهتبقى طبعا ده ريسيرش ممكن تعمل تحسن على الحاجات الموجوده. بس انت لو عايز تبقى عندك امباكت افضل، يبقى تشتغل في ناحيه الموديل، بتاخد الفيتشر الاوريدي موجوده. وممكن في الماشين ليرنينج بيسمح لك انك انت ما تستخدمش فيتشر واحده، ممكن تستخدم اكتر من فيتشر وتجمعهم مع بعض. الفيكتور اكس بتاع الفيتشر اللي عندنا ممكن يبقى كلر جنبها شيب جنبها بوزيشن، كل الحاجات دي تلزقها في بعض بشكل مناسب وتتعلم الماشين ليرنينج، تخليها تتعلم الفيتشر بتاعتك وهتطلع اجابه. فانا لو هنصحك يبقى بنصحك انك تشتغل في جزء الموديل افضل من جزء الفيتشرز، بس ده ما يمنعش ان الفيتشر فيها ناس كتير بتعمل فيها ريسيرش. طيب احب اشكر خالد الاول ومجموعه اللي معاه في علماء مصر والفحل،
وكمان بحب اشكركم على وقتكم، متاسف على المشاكل الفنيه بتاعت السيرفر والصوت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ونتقابل ان شاء الله مره ثانيه. حاجه اخيره بس، كان في مؤمن حد سال سؤال. مروان، مروان، لو انت شغال في الميديكال ايميجنج، التكنيك اللي في السلايد رقم 29، يعني الناس اللي عملته ناس مايكروسوفت، ده تكنيك مبني على ماشين ليرنينج اسمه ديسيجن فورست. ديسيجن فورست ده واحد من التكنيك اللي بتاعت الماشين ليرنينج، زي ما قلت في الاول بتاعت الماشين ليرنينج بيشتغل في الكمبيوتر فيجن. بتاعت الكمبيوتر فيجن معظم الابلكيشن الحاجات الجديده في الماشين ليرنينج اللي عملوها ناس بتوع الكمبيوتر فيجن. فالبيبر دي هتبقى مفيده ليك لو انت بتشتغل في مجال ميديكال ايميجنج. وكمان هم مؤخرا حطوا زي سوفت وير تول للديسيجن فورستري. السلام عليكم ورحمه الله.